اليوم غادي نهضر مع طارق المليح طارق هو كوتش وكان تعرف فاش جرى بشكل متواصل 30 ماراثون في 30 يوم وداز من 30 مدينه مغربيه ملاحظه خاصه في ما يخص هذا البودكاست غادي نهضروا في هذه الحلقه على شي مواضيع اللي عليهم شويه ديال الجدل وعليهم شويه ديال الانتقادات من بزاف ديال الناس هاد المواضيع هما الكوتشينغ ولا التدريب و سيلف هيلب ولا ديفلوبمون بيرسونيل ولا ما يعرف بالتنميه ولا تطوير الذات هاد المواضيع هادو الانتقادات اللي كتوجه لهم نحاول ان نطرحهم بشكل شفاف وبكل شفافيه مع السي طارق ونهضروا عليهم بشكل عقلاني وبدون تعصب ولكن اهم حاجه هو انك انت وانت كتسمع تخدم الكريتيكال ثينكين ما تسمع لاي احد سواء انا سواء طارق سواء اي واحد اللي يقول لك دير شي حاجه واعتقد ان اهم حاجه هو ما يكونش عندك الاحكام المسبقه وتسمع بشكل اللي هو منفتح تسمع الراي والراي الاخر وتعامل مع هذه الاشياء بشكل متوازن بدون هوس يعني ما تكونش مهوس بانه هذا الشيء راه صحيح 100% وفي نفس الوقت ماشي ماشي غلط 100% عند الاحكام المسبقه ما عمرنا كتوصلنا للحقيقه مزيان اننا نسمعوا لبعضياتنا ومزيان اننا نناقشوا الراي والراي الاخر هاد اللعيبه هادي كنحاول نديرها في البودكاست من شحال هادي ماشي غير في هاد الحلقه في مواضيع اللي تقدر تكون اجتماعيه سياسيه دينيه اقتصاديه ربما وديما الهدف هو اننا نقربوا لواحد وجهه نظر لاقرب ما تكون الى الحقيقه فنتمنى انني كنت توفقت انني عطيت الانتقادات اللي كاينين وما انجرفتش وراء واحد السرديه اللي غتخليني زوين مع السيطارق طارق ولا نكونوا نكونوا فقط اصدقاء ولكن نتمنى انني حاولت انني نقرب ولا نتمنى اني توفقت انني نقرب لواحد وجهه نظر اللي فيها شيء من الحقيقه ولا شيء من المصداقيه انت في الاستماع لكاسي بودكاست الى بغيتي تدعم بودكاست تقدر دير لايك وسبسكرايب في يوتيوب تقدر دير فولو في المنصات الصوتيه وتعطي الريتين ديالك للبودكاست تقدر تتابع مختلف صفحات قناه القارئ على منصات التواصل نتمنى ان شاء الله ان البودكاست يعجبك انك تستفد شي حاجه الى بغيتي تدعم بودكاست ماديا ايضا كاين باتريون وبيبال كما قلت نتمنى ان البودكاست يعجبك وانك استفدت شي حاجه اللي تخدم بها في حياتك وكما ديما الكريتيكال ثينكين هو اهم حاجه وانت كتسمع بحال هاد الحوايج ولا بحال البودكاست ديما خدم عقلك وما تاخذش اي شيء على انه صحيح ولا على انه خطا فكر راسك وتاخذ القرارات راسك انت على بركه الله بغيت نبدا ليبيزود بالسبور انت كنت جريتي بزاف ديال لي اكثر واحد مشهور هو فاش جريتي 30 ماراطون في 30 يوم ودزتي من 30 مدينه مغربيه أه انا اللي لاحظت واحد القضيه بزاف ديال الناس اللي عندهم واحد الطموح وباغيين ينجحوا ولا باغيين يلا تيقراوا وباغيين يكونوا من الاول في ما في المدرسه ولا في الكلاس ولا في في لونيفرسيتي بزاف ديال الناس تيبان لهم باللي أه السبور بحال قلتي غير واحد الكماليه واحد اللوكجوري وباللي ما غاديش تخدم لهم زعما داك العقل ديالهم ولا ما تخدم لهمش الكارير ديالهم شنو تقدر تقول لهاد الناس واش السبور مجرد كماليه من الكماليات ولا فغيمون السبور يقدر يعاونك انك واخا تكون شخص طموح يعاونك انك تنجح في حياتك المهنيه وحياتك الماليه وحتى حياتك الشخصيه نقدر نقول لهم الشباب والشابات اننا احنا ك... كانسان عنده وعي اي... عنده حاجيات ومن الحاجيات ديالو اي... اول حاجيه اللي زعما ما كانش ما حنا هو التنفس كاين التنفس كاين الاكل كاين التنفس كاين الاكل نو احنا وصلنا لثلاثه خاص الحركه الحركه او الرياضه ملي غنقول الحركه غتقول لي الحركه هي الرياضه لا الحركه شيء والرياضه شيء الرياضه مقننه الحركه مم. ممكن انك دير جارديناج تطلع في الدروج تمشى هذه حركه من الرياضه مقننه الرياضه عندها خصك دير التسخينات الا كنتي كتلعب الكره خصك تلعبها برجليك الا كنتي كتلعب في الوسط الا كنتي حارس كتلعب برجليك وبيديك الهوند كنلعبوا على بليدين يعني مقننه هذه هدي الرياضه هذيك الحركه علاش الحركه هي اللي كتخليك تنفس مزيان كتخليك ديستريسي تحيد لو ستريس منها وعلميا علميا الجسم ديالنا فيه بزاف الدورات فيه ثلاثه الدورات كاين الدوره التنفسيه الدوره الدمويه وكاين الدوره اللمفاويه الناس كاملين كينسيستيو كي بزاف على الدوره الدمويه هي اللي عارفين ولكن الناس اللي قارين شويه الطب ولا كيفهموا شويه في هذا الشيء كيفهم ان عندنا ثلاثه دورات وهذيك الدوره الغازيه ديال الاكسيد دو كاربون والاكسجين والدوره اللمفاويه امتى كتكون كتشتغل مزيان ملي كتكون دير المجهود العضلي ملي كدير المجهود العضلي الجسم ديالك كيخدم كي مزيان كيتنفس مزيان وكتخرج حتى المخارج ديالك لي زيمونكتوار لي لي سيل لي زيرين لا ترانسبيراسيون اي لا ريسبيراسيون كتعود مزيانه داكشي علاش الواحد الا كان كيتريني كي ماشي رياضه بحده ماشي لي ماراطون ما نطلبوش من الناس انهم يجيو للماراطون ولكن كل يوم كدير واحد منظمه الصحه العالميه كتقول نصف ساعه ديال الحركه يوميا باش تكون, تكون بصحه جيده ماشي تكون عندك لا فورم ولا لا بيرفورمانس باش تكون بصحه جيده خصك نص ساعه لي جون دابا عندنا كنجلسو بزاف بحال دابا انا وياك حنا جالسين قدام الشاشات ديال هذا الهاتف هذا كنهضروا حنا في وضعيه الجلوس في وضعيه الجلوس الدوره الدمويه ماشي مزيانه على داك الشاش كيتنملو النرجلينا رجلينا كيتنملو لنا داك ان سينيال ان ان الجسم ديالك ما كيوصلش ليه الاكسجين والدم بزاف يعني كيقول لك الجسم ديالك حنو تحرك الدوره اللمفاويه اللي هي كتنقي الدوره الدمويه كتعطي الاكسجين واللي ينتخيمو الدوره اللمفاويه كتنقي الجسم من الشوائب اللي فيه وكتنقيه من كاع داك الشيء اللي ما خصوش يكون حيت كيكونوا فيها لي لامفوسيت اللي كيقتلوا كاع البكتيريا وكلشي بغيت تعرف الدوره اللمفاويه شنو هي هي ملي كنتجرحوا كيخرج كي واحد السائل اللي هو لزج شويه كيخرج كي هو اللي كيدير لك هذيك هذيك القشره هذيك هي لا لانف لا لا. يعني كنوصي انا الشباب وانا عندي ولد حتى هو مراهق وشاب كنوصي انه ملي يكون ستريسي ملي يكون عيان وكلشي يمشي يدير شويه الرياضه باش يتنفس حيت عندنا واحد العقل باش كنفكروا عندنا واحد القلب باش كنحسو ولكن عندنا واحد لو كور بوغ انتيغري اي فييكولي تصور كون كان عندك على الراس على العقل لا كتفهم ولو كور ما كيزيدش الله يحفظ ما غتكونش هذاك البوتونسيال ديالك اللي كان هو 100% ما غتكونش تعطيه لانك مخدام على تغيب غال، الخدام على الفوق وهذا هو اللي كنطلب انا من الناس بزاف بحكم انني كوتش سبورتيف يعني مو مطون جو كوتش اوليستيك ماشي سبورتيف ولو سبور في بارتي دو لا في كنطلب منهم انهم يكونوا يديروا السبور ويمكنوا يديروا الحركه ولو شويه شي حاجه قليله باش تحافظ على وشي... الصحه ديالك يا وانت فاش درتي دوك 30 ماراطون شنو زعما شنو تبدل فيك كشخص انت ساليتي دوك لي ماراطون شنو تبدل فيك وكيفاش تاثرات الحياه ديالك المهنيه كاع نهضروا زعما براغماتيكمون كيفاش اثرتي انت كشخص كيفاش وليتي كيفاش وليتي كاتابروشي الحياه هو سؤال مهم هو ملي بدا بدا بواحد السباق في الاول ما عليك نقول لك انا في الاول كنت داير داك باش نكون بيرفورمون ولا ندير شي حاجه شي بيرفورمونس انا بديت لو سبور لانني كنت واحد الوقت خدام خدام نقدر نقول لك خدام في ميديتيل اورانج دابا كنت خدام فيها و... وكنت في لا فينونس لا فينونس خصك تجلس بزاف يعني فيها الجلوس بزاف لي بارافور لي سينياتور بديت كنغلاط بديت كناخذ لو بوا وانا اصلا كاراتيكا كنت كندير الكاراتيه ملي مع داك الجلوس بزاف بديت كناخذ لو بوا وصلت لواحد لو بوا ديال 88 كيلو بديت كنت كندير الكاراتي الكاراتي فيه لا كومبيتيسيون الكاراتي فيه شويه ديال المضاربه مره كنجي مفدوع مره مضروب في وجهي مره مضروب كنت كندير لا كومبيتيسيون المنافسه شنو قلت قلت ما مسلكنيش الكاراتي مع مع الخدمه اللي كندير وقفت الكاراتي بديت كنغلاض غلاضيت بزاف قلت خصني ندير شي حاجه اخرى درت الجري بديت كنجري بشويه بشويه بديت كنجري ب 20 دقيقه 15 دقيقه ومن بعد الفيروس ديال الجري دخل وصلت 10 كيلومتر وصلت ل 21 وصلت الماراثون راه اون بارل دابا في 2003 2004 باقي الناس ما كتجريش راه 2002 2003 دابا لشتي الدار البيضاء ولا الرباط ولا المغرب بزاف الناس كيجريو ولكن الا رجعت 20 عام هذه 2002 كنا قله ما كانوش حتى لي كورس معروفين ما كانش بزاف لي كورس الحمامه بدات حتى 2010 والفوق ميم با 2010 من ورا 2010 2014 2015 عاد بدا الناس كيتعطاو للجري كيتعطاو الجري كيتعطاو الرياضه بداو كيفهمو كيوعاو به المهم ديس كنجري جري وصل درت المغارط لو درت لو بروميير ماراطون سيتا كازا من بعد قلت شنو اكبر مسافه اللي نقدر ندير ورا الماراطون ديما كنزيدو شويه وصراحه ملقيتش ما لقيتش تلاقيت صدفه مع واحد السيد عنده واحد الحلاق هدرت انا وياه على الماراطون ديال مراكش كنت ديك الساعه درتي ماراطون ما درتيه كذا كذا شنو درتي قلت لي راه بغيت نجري شي حاجه اكثر من الماراطون شنو كاين

ملي درتها فريمون مسافه طويله 100 كيلومتر بحال اللي قلتي آه نعم من هنا الجديده ماشي الجديده حدا ايبيس الجديده سيدي بوزيدي حيت فين جريت انا من كازا الجديده جريت من كازا الجديده كومونطريمون جري وحده ملي وصلت حدا ايبيس في الدخله فين كاين الباراج ديال البوليس يلاه 93 كيلومتر الا بغيت تكمل 100 توصل لسيدي بوزيدي اللي شي واحد اللي بغى يجري ان شاء الله 100 كيلومتر راه كنعطيك لا ديستونس اكزاكت ايوا مشيت سيدي مشيت لميو وصلت ل 60 كيلومتر رجليا ما قدو يزيدو فريمون صافي تبلوكيت 60 كيلومتر ما قد نزيد كان حدايا واحد الفرنساوي جا حدايا قال لي ايكوت الدوسار فيه سميه الدوسار فيه نيميرو مكتوبه فيه طريق قال لي طريق الي اون كونتينيو مارشون اونسونبل الي اون كومونس بدينا كنتمشاو شويه كنتمشاو شويه كنجري وصلت ل 75 كيلومتر واحد الفيلاج سميتو سانت افريك وصلت ليه وانا نسمع السبيكر ويقول الطريق المليح دو كازابلونكا 33 عرفتي هذه الفكره هذه اللي قالها عرفتي دات لي في راسي قلت واو 33 كون راني راني جريت اون 1692 قلت كون ميم بزاف ديال الناس راني جريت مم. وانا نبدا كنقول ذاك اللي قدامي هو لوبجيكتيف ديالي هذاك اللي كنشوفه قدامي الكونكورون اللي كيجري لوبجيكتيف خصني نوصل عليه بقيت بقيت غادي كنوصل دخلت 21 تما وقع واحد ديكليك في راسي سبحان الله mais j'ai 30 jours donc il l'américaine que l'Amérique le sky is the limit yeah. est de pas, rien rien n'est mm. impossible si je veux quelque chose alors je peux l'atteindre j'ai mm. vraiment boosté c'est une expérience qui a changé ma vie 2013 c'est à 100 km, c'était en septembre donc le 26 septembre 2013 parce que là c'est le 21 e mondial j'ai vraiment boosté je me dis qu'il faut c'est je revienne je vais علاش؟ علاش؟ غنقولها لك دابا نخسر بشحال من واحد الخدمه اللي خدامين الناس اللي خدامين آه. الدلاغي <applause> غنقول الراي ديالي <تصفيق> <تصفيق> واحد الوقت كنت كنشوف راسي انا في اوبن سبيس قالت واحد الاوبن سبيس وجيتي بيان بيا دابا الناس كيسحبوني يخرج لان ما كنتش كنتخلص مزيان على العكس كنت كنتخلص مزيان وعندي بون ستاتي باش نكونوا واضحين ولكن واحد الوقت كنقول واش انا جالس كنتصور راسي بحال شي دجاجه في ان بولاي مشى علينا واحد البولانيون فوقها ومجلسينا كنقول واش الحياه تي سيغيزي مع سا واش الحياه تي سيغيزي مع ان سالير و ان كومبلي ومحسن وجهك والصباط دو تيل مارك راك عارف كومون نصابي في الخدمه yeah. yeah. وكنت واحد الوقت انجينيور دافير. تسع سنين الاخر في اورونج ميديتال كنت انجينيور دافير يعني كي أكونش ماناجر جو, جو فون يعني بزاف لي كود بزاف خصك تكون لابس بحال هكا

ان هاد لونتربرونيا بهاد الكود ديال الكوداج دابا وبهاد الطريقه ديال دابا لي لز زانكوباتور لي زيد انا خرجت السلام عليكم خرجت قلت غنجرب انا غنخدم راسي كوم اونتربرونور ماشي في الديجيتال ولا في لافورماتيك سي با مو ميتي وما كنعرفش ليه وما نتلوحش ليه ولكن غنخرج في داكشي اللي كنعرف جو مسوي يا 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 غادي نعاودو نرجعو لهاد القصه اون ديتا بغيت نسوق زعما انت انت دزتي الماراثون خرجتي من دزتي زعما الماراثون في فرنسا فكرتي تخرج من خدمتك خرجتي من خدمتك اوكي درتي الماراثون ديال 30 يوم تل 30 مدينه ساليتي الماراثون شنو كان الامباكت ساليتي الماراثون شنو كان الامباكت أه مثلا وليتي واش بحال دابا قلتي مثلا فاش فاش حسيتي بديك انا انا اي كان ريليت حيت انا درت واحد واحد اللعيبه بحال هكا فهمتي تصدمت في راسي اي كان ريليت دابا القضيه ديال انك انت حسيتي براسك ذا ليميت مورا 30 يوم Runner 30 يوم مدينه باش حسيتي عاوتاني باش حسيت حسيت بان ليومان ني با ليميتي

وشنو اللي وانت ما وقفتيش دونك شنو اللي خلاك تكمل انا نقول لك باش ما بقاوش نهضروا نقولوا ديفلوبمون بيرسونيل ولا داكشي لا باسيون ما فرا نهضروا براغماتيكوم اول حاجه ملي ملي بغيت لونسي البروجي كان معايا واحد الصديق ديالي محمد بوعسريه ويوسف السربوت كنت كنجري معاهم دابا لحد الساعه باقي كنجري معاهم سيدي زامي زعما بخوش كنجري قلت لي مره بغيت نجري 1000 كيلومتر دابا درت لي 100 كيلومتر دو مي بغيت ندير 1000 كيلومتر ويقول لي داك داك بو عسريه الله يذكرو بخير الصديق ديالي العزيز اش قال لي قال لي الا ما درتيهاش حتى شكون اللي غيديرها قال لي سي كون با توا لينيسياتيف دو لو فيغ كي فال لو فير قال لي توا تو as لي moyens tu as le potentiel de le faire قال لي علاش علاش واحد ما كيكون عنده والو وي اوز فيغ دي شوز والناس اللي عندهم زي ألف ألف زي ما يلوز با قال لي فال لو فير بغيت ندير 1000 لان درت 100 زدت زيرو عاد 1000 1000 كي غدير لها ما يمكنش تجري 1000 كيلومتر زعما متابعه ما يمكنش

وماشي مغاربه لان المغاربه ما باقي حتى بقى... واحد بقى... باقي من كان ديك الساعه ما دار بحال التحدي باش شي واحد يقدر يشجعني والحد الساعه باقي حتى واحد ما دار انا كنتمنى شي واحد يدير غدا 50 ماراطون في 50 يوم والله القسم <مم> حيك زعما ما بقاوش حيك حك... لا كان دارها واحد والسلام عليكم ما شنو غايقولوا بزاف الناس غايقول لك غايقول لك هذاك جينيتيكمون الي بيان عنده سوف اللي ريكيبي بيان كل شيء مي بوسيبل كل شيء يقدر يديرها اكونديسيون يو سوبريبار <متحدث> من اللي انا بغيت نديرها مشيت يتقلبش على الناس اللي كانوا داروا قبل ولقيت أم آه، آه، بيلج ان فرونسي وان أمريكا واتصلت بهم قلت لهم فوالا شنو في الريزو ريزو سوسيو شنو بري... ديك الساعه ما كانش يمكن انستغرام كانت على الفيسبوك ها شنو بغيت ندير شنو بغيت ندير شنو بغيت نعمل وفعلا الناس ما بخلوش عليا ها كيفاش خصك تريني ها كومون تي دوا فيغ ها رجليك خصك دير لهم الحنه خصك بحال دابا هادشي الامثله خصك دير لهم وقت ما ترينش خصك دير الحنه والحامض باش لابو ديالك تعود طاني خاصك تجري على حنا حنا المغربيه زعما حنا الكلاسيك ولا كاين شي حنه سبيسيال؟ لا لا الحنه المغربيه الحنه المغربيه حنا المغربيه هما كيديروا الحامض كيديروا بزاف الحامض ولكن ملي كدير الحامض والحنه رجل ديالك كتعود متينه عرفتي الجلده باش يجوكش لي زومبول

من اللي بديت كانت فريمون نقدر نقول لك اللي ناف ماراطون الاولين كانوا فريمون ساهلين باش تكونوا واضحين كانوا فريمون ساهلين لان كنت متريني مزيان وكنت كندير خمسه ديال الماراطون متابعين يعني هنا في كازا كنت كنمشي للبوسكوره كنجري خمسه سته ديال الماراطون ست ايام متابع يوميا الماراطون ميم اللي وصلت للتسعود بداو لي ديكا بداو لي ديكا وبدا لودوت لودوت واش نقدر نديرهم اشنو الشك كان معايا واحد الولد كيما كومبان امين المدن امين ايت المدن كيما كومبان هو في النافيام ماراطون وقف دار معايا تسعود وقف في التبليسه عين فوا انا صافي لودو دخل ليا لدماغي قلت صافي لا التبليسه امين لان كنبدا هو, هو كان معايا لا ما ما خصوش يجري معايا الصراحه كان خصو يكون فوق البيسيكلات اكونبانياتور ولكن قال لي غنجري معاك غنجري معاك لو جري معايا تسعود تبليسه ما تلاش قد يجري عاد انا خايف كنقول انا غنتبليسه راسي كيعطيني دي سيناريو yeah. <applause> yeah. Yeah. نيجاتيف نيجاتيف اش غادي كندير باش تلعب مع دماغك باش بوغ دي ديلي بوغ ديلي افيك طون مايند سيت اش كنقول ما كنجريش انا 42 كنجري 8 كيلومتر انا ما كيهمنيش واش كنجري 42 بحال دابا اليوم غنفيق ما غنجريش 42 كنقول راسي طريق ما تجيش 42 غتجري 8 كيلومتر كنجري 8 كيلومتر كتلقى الطوموبيله واقفه كناخذ تميرات كناخذ الماء كنضحك مع الدراري كيصوروني هادشي راه مصور هذا كامل مصور yeah. وكنجري 8 كيلومتر اخرى وكنتلاقى معاهم yeah. وكنجري 8 كيلومتر اخرى بحال هكا كندير ما بقيتش كنقول غنخرج نجري 40 بدا لي ديجا بديت كنعيا بديت وصلت للجديده وصلت للجديده هذه كان واحد لي في ماركون وصلت للجديده واحد البنت الله يذكرها بخير ما نقولش نو فوالا هي <applause> برافو عليك <applause> yeah. هي اللي كتبت <applause> لي قالت لي طريق راه ما يمكنش عشاتني حتى جوغلا في لي ريزو سوسيو خصني نقول لك علاش جوغلا في لي ريزو سوسيو لان ملي قلت ملي كتبت كاع الاذاعات كاع الاذاعات اللي في المغرب راك عارف ما عندناش حنا امريكان عندنا 500 راك عارف <applause> كتبت لهم كاملين قلت لهم راه بغيت ندير لو ديفي وبغيتكم جو فو كومباني لي راديو كاملين كتبت لهم حتى واحد ما دافي يا واحد ما عبرني عرفتي ما جاوبونيش ما قالوش لي حتى الله يمسخك ما <applause> جاوبوني يقول لي يا الله يمسخك ولا سير ما لقيتي ما دير حتى دي واحد ما جاوبني قلت انا غنجي نكون شغني لا شوز غنمشي لي ريزو سوسيو وغندير آه، غندير سميتي وفعلا بديت في الفيسبوك كنغولاطي نسيبه كتبات ليا قالت لي راه ما يمكنش كتبات لي واحد الميساج واعر قالت لي راه ما يمكنش طريق تغونونسي quand je te vois, je vois l'espoir. Ce que tu fais, c'est merveilleux avec le sourire. ou Hello May Day, chaque jour, tu nous donnes l'espoir. orani a dit le concert on a vraiment enlevé l'utérus l'appareil de vraiment vraiment pour Lego, pour Je veux réaliser. Mais <mets> tu te dis, <mets> waouh, les gens souffrent. J'étais confronté à la souffrance quand le wali de l'Arhamou m'a mis à cause d'un cancer qui était ravageur. le cancer de la Lucie. Mais le سيتي زعما سيتي ان بان ولكن ملي كتقولها لك وحده وباقا صغيره في عمرها 19 عام وكتقول لك هذا الشيء كتقول واو السيده باقا صغيره ما تزوجاتش ما شافت ما تشوفات ما والو ما وقع لها هذا الشيء وانا عا كنجري انا ما كنديرش شي حاجه وسي فولو انا كنجري ونحكي انا بغيت سيتي بور مون بروبخيكتوار ما كنجريش انا حكي انا مريض ولا كنجري باش باش نقولوا الناس اللي عندهم لافاتاليتي ديال المرض راه سي با ان فاتاليتي بحال دابا لا فاتاليتي اللي عندنا في المغرب اللي كنشوفها بزاف هو لو ديزيسبوار حتى واحد مام مامن انا ما كنقولش امن بشي حاجه امن على براسك امن براسك الناس ما مامناش براس انا جو في با مال دو كونفيرونس ل... في لي زيكول لي زيكول سوبيريور كنلقى لي جون خايفين بزاف عندهم لا بور لو دوت وما عندوش لا فوا في حتى حاجه لا في راسو لا في قرايه لا في حتى حاجه وسا سي ان بروبليم هذا اكثر من الكونسير هذا كونسير ديال الدماغ مجازيا المهم بالنسبه لي داكشي سا سما بوستي فريمون سا بوستي حتى واحد الحمل فوق كتافي بحال عندي ميسيون اي جي كونتينيو تاني جي كونتينيو و الله اه... تيسير زعما زعما ما كاينش ربي يوفق انني استاذ اني نكمل 30 ماراطون لان كان عاشي شي مسمار صغيور يبدل لك المسار ديالك مسمار يجيك في رجلك تلاقى مع واحد نسى واحد المسمار لاحو ولا شي كرو في رجلك صافي تي بو با فيغ يعني ربي يسر كاينه شي قوه كانت معانا الحمد لله اللي خلاتني انني انني نكمل داكشي ربي بغاني نكمل داكشي والحمد لله زعما غراتيتود زعما الحوايج اللي دازو حيات في حيات حياتي زوينين هادي بزاف الحوايج ولكن هادي كانت من الحوايج اللي انا بغيت نديرها وجاب الله التيسير فيها ودرتها يا قبيله هضرتي على المراهقين وهضرتي على السبور أم انا كان عندي واحد الذكرى في راسي واحد اليوم كنا احنا فهمتي ديجا الكونتكس الكونتكست نتاعنا يعني طبقه متوسطه الى طبقه فقيره ما كنا كنلعبوا كره بزاف زعما السبور الوحيد اللي كاين هو كورة دونك كنا سبورتيف كنا كنتحركوا كنا كنا الحياه الاجتماعيه كان عقل واحد واحد الدري كان ساكن حدايا كان بلاي ستيشن بي اس دو ديك الساعه اند <applause> بكترش ما دابا البلاي وخا كيعرضنا نمشيو نلعبوا عنده في دارو ما كنلعبوا كره اند فاش كتلاحظ لاحظت واحد القضيه انه فاش كنا حنا صغار كنا كنشدوا كن كنلقاو المتعه اكثر في شي حوايج بحال هكا الفيديو جيمز آه السوشيال ميديا اكثر ما كنلقاوهم في السبور واش ما كيبان لكش هذا يقدر يكون بروبليم بالنسبه للدراري اللي دابا بزاف الدراري ما تيديروش السبور ما كيخرجوش على برا بسبب انهم عندهم لاكسي الانترنت بزاف لاكسي لي ال... ل... سمارت فون ولاكسي لي بيسي واش هذا مشكل ولا لا تقدر زعما راه ماشي مشكل زعما راه احسن انهم يكون عندهم لاكسي الانترنت ايه سيف دو حدين بمعنى لاكسي للانترنت خلاتنا خلاتنا نديروا هذا هذا البودكاست yeah. يعني انا كنهضر الدري الصغار يا كنهضر آه. الدري ما يا وتقدر وتخلص... وتقدر تعود هذيك لاديكسيون والسمارت فون اللي تخليك حياتك تتقلب عايز تتقلب مخصص... تقلب لك كامله النعاس ديالك يتقلب خاص لو جيست ميليو تقلب على التوازن دابا الوليدات الصغار ما بقاش لاكتيفيتي فيزيك ما بقاش عنده كثيره السبور ما كيديروش السبور كورفي العكس حنا ملي كنا انا في لاج ديالي انا عندي دابا 46 زون جو سوي نيو 66 46 سيزون كان عندنا بلاي ستيشن نتوما لا جينيراسيون ديال البلاي ستيشن حنا قبلكم ما كانش بلاي ستيشن والو حنا كان عندنا داك الشيء تخي تخي بازيك فهمتي ولا آه لا كان داك المربع كان عنده فيه لي كيو كيهبطوا آه. وكتقادوا ديك المربعات داك الشيء فريمون بازيك مم. واللي عنده راه شي كان شي خالو في الطاليان ولا شي عمتو جايبه ليه راه زعما راه والوال كمان راه زعما شي حاجه كبيره مي كنا كندوزو حياتنا في السبور انا كنعقل النهار كامل وانت في كتلعب الكره ولا كتجري ولا انا من صغري كنت كنجري ديني فري وجري زعما خطير في هادشي الا هربت ليك ما بقيتش هنا ربينا واحد الملكات ديال ان لو فيزيك خدمناه دابا لي جون انا عندي بماريا... ماريا وعبد الله و... ماريا ملي كتشد دابا لا شدات التليفون ولا على التليفون تقدر تشدو سته ما سبعه سوايع ما توقفوش علاش لان سي اديكتيف سي الدوبامين سي لي غوزو ديال الدوبامين كتغدى من داك التليفون يعني مشكله عويصه بالنسبه لي جون ولا ما ربوش لا ما ربوش الصحه والرياضه في هذاك لو بازاج في لا كرواسونس ديالهم صعيب انك فوق 30 عام مونطالمون تقول خصني نربي نعود سبورتيف وكذا يعني خصك دير واحد المجهود اللي كيفوق 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 العاده بينما واحد اللي كبر في السبور 30 عام راه يدير دي ديفي ماجور وما غيحس بوالو مي يعني وعليا شحال هادي كانوا عندنا بزاف ديال ديال لي زاتليت بزاف ديال آه اللعابه بزاف ما كان عندنا صراحه دابا تقول لاعب القوى فين شحال هادي كتهضر كان بولامي كان آه 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 الكروج كان عويطه كاين حسو كاين سكاح كاين كان عندنا في هذه الايام الاخرى ماشي لديك ما كاينش دابا شي بطل اولمبي مغربي اللي دا جوج الميداليات الذهبيه مثلا بحال ايامات القروج ما كاينش اللي دارها علاش يا يعني كاين خدمه كاين واحد الخدمه ولكن صراحه زعما كاين لعبه القضيه ما كتبانش ولكن كت كاين ال... كاين جوج الحوايج كاين جوج الحوايج اول حاجه اول حاجه هذا الشيء اللي قلنا يعني لي جون ما بقاش عندهم لا موتيفاسيون دو فير دو سبور ما بقاش محفز باش يتحرك وكيشوف لانتيغي هذه الاولى ثاني ثاني الاشياء لو سبور سكولير ما بقاش السبور <سؤال> سكولير دابا ملي كتلقى كتلقى هشام كروج حيسو بولامي كلشي كتلقاهم انهم في الكوليج كانوا كيلعبوا الالعاب المدرسيه ومن الالعاب المدرسيه بانوا مزيان يبان اه دابا المدارس هنا في العموميه ولا الخاصه بحال <سؤال> دابا نهضروا الرباط <سؤال> لي غوند فيل <سؤال> اللي <سؤال> خصهم يطلعوا ليك دي, شامبيون لان فيهم لا دونسيتي كثيره ما الالعاب المدرسيه لي زيكول بريفي راه كيضحكوا عليهم باش يقول لك الالعاب ولا كلشي باش كيعمروا لهم كيعطيهم 20 كاملين فهمتي ولا لا يديهم شي تيرا كيقول لهم جري شويه ولعب وكذا وكلشي مي حنا كانوا العاب مدرسية كانت لايسيس نهار الاربعه كتلعب سبور فريم والعشيه كامله كتلعب سبور كانوا عندنا الدوريات كان عندنا الجري كان بوكو تشوز ومن هنا كيطلعوا لك وليدات بحال الجامعات في ميريكان دابا باش تطلع سبور في المغرب عندك دو زيكول عندك لا بروميير ايكول سي ليكول اميريكان هو لي بورس وليزونيفرسيتي

عندك بعدا في المنتخب كاين اربعه جوج جوج ثلاثه رسميين اند yeah, يا زعما نعطيك اربعه نعطيك اربعه واش م... 12 عام غتخرج اربعه يا yeah, yeah. متفق معاك راه سونتخ دو فورماسيون ديال ديال اون بتيت ماشي اون بتيت ايكيب اون ايكيب بحال ليون ولا بحال هكذا كل عام كيخرج لك 50 60 اتليت فهمتي ولا لا حتى هما تيخرجوا غير هما يا كما قلت ماشي شامبيون ما تيوصلوش لذاك النيفو كاين عاوتاني التيزا كاين شويه الحكم الشخصي بعدا مثلا شكل واحد شحال من واحد كان انا والله ما كنقلل شوف راه ما كنقلش من المغاربه لا لا كاين خدمه لا كاين خدمه شحال خرجنا يا انا متفق معك كاين خدمه كاين ليكو سيستيم عاوتاني مثلا الا خدينا ليكزومبل تاع الاكاديمي بالضبط حيت حنا اصلا ما كاينش واحد ليكو سيستيم ذكوره يعني مثلا الا قارنتي مثلا مع فرنسا مقارنه شويه ماشي عادله فرنسا تقدر تعيش من الكوره في المغرب صعيب شويه زعما ماشي اي واحد يقدر يعيش من الكوره فهمتي في فرنسا لي كنتي ليك دو تقدر تعيش زعما ما غاديش انت ليك دو ماشي ليك اه تقدر في المغرب كنتي ليك دو راه كتكون ليك دو كتخدم شي حاجه اخرى الله تجيب طرف الخبز هذا هو اكزاكتومون 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 باقي ما عندناش الاحتراف الاحتراف باقي ما عندناش بزاف د الحوايج سليمان بزاف د الحوايج ما عندناش فيهم الاحتراف حتى الخدمه ديالنا ما احنا حنا مسلكين فهمت ولا مضمقين كتشوف اوفون دي شوز yeah, واخا و... م... <applause> وخ... أه... أه... شي مايعجبش الاصدقاء ديال الكيس يا هذا ولكن ما ما كنخرجوا والو راه زعما راه الريزطا راه ماشي تا اللي ماشي زعما داكشي على قد الحال واخا نرجعوا للدراري كاين شي اباء اللي تيقول لك انا باغي نخلي ولادي في الامان دونك نعطيهم التليفون ويجلسوا في احداث تنشوف فيهم ولا انني نخرجهم يمشيوا ويتضربوا مع شي حد ولا يمشيوا يتصدقوا يتهرسوا ولا يتفدعوا ولا شي حاجه هكا شنو تقول لهذا الاباء هذا <applause> بما انني اب غنقول ليه غنقول اسرع طريقه باش ترجع ذاك الولد عندك اوتيست هو تعطيه التليفون وتخليه جالس مع التليفون ما كيبقاش لانتراكسيون اومان ما كيبقاش يدوي مع الناس كيعود يدوي مع لا ماشين نهار غيتلاقى مع انسان قدامه وما يعرفش يتعامل معاه حتى <applause> يتعامل مع ماشين هادي <سؤال> زعما عاد بون سونس عاد شوف هاد القضيه واحد الوليد <سؤال> اللي شاد لا ماشين شاد بورتابل بون بون 10 سوايع 6 سوايع ملي كيفيق واش هاد البورتابل نهار غتجيبو غيهضر مع انيومان يوما دوفون لي ما يقراه ما يدوي معاه ما يفكر حيت عارف انك يعطي كود ولا ماشين كتجاوبو صافي فقط يل دوموند لا ماشين كتجاوبو صافي كيتقدم لا ماشين كياكل هو كيلعب بلا ماشين يعني ملي غيخرج للميدان العمل ولا ميدان الدراسه غيكون عنده مشاكل خطيره جدا لذلك خاصنا ل... ل... نقلبوا على التوازن الحياه تبنات على التوازن شنو هو التوازن ولا بدا من التليفون ولا من الحركه ولا بدا من خصو يضارب وخصو يتفدع وخصو يقيس الارض وخصو يتوسخ وخصو يخطا وخصو يخطا سينو كذا انت كاب غادي به انه الصحه النفسيه ديالو من بعد خصنا نعطيوه زاناكس باش ينعس و... مو باش ي... باش يعود واقف النهار كامل وانا جو في دون اون كلينيك دو بيسيكاتري سافي سان كون جو ترافاي في اون كلينيك دو بيسيكاتري وكنشوف هاد الشيء كنشوف ان السيد ما بقاش عاد كيخاف من خي... البورطابل ضحك معاه ما كيفهمش انك تضحك معاه تهضر معاه سيريو ما كيفهمش شناهي بحال هو في عمره 26 عام 30 عام وبحال العقل ديالو عنده ديال 4 سنين 5 سنين علاش لانه ما عاش <applause> يعني هذه خصنا نردوا بها البال كوالدين ما نقلبوش على الفاسيليتي نقلبوش شويه على لا ريغور لا ريغور ولا ديسيبلين ويخرج ويتمشى ويمشي ويعطيه الفلوس يعطيه الفلوس ويمشي يتقدى يعني على قد الحال ماشي يتقدى تقدى مي انا كنعطيها <applause> كامثله كاب اعطيه يمشي يجيب ديسير يمشي يتقدى يقول بوه لي فلوسه واحد يجريسي يحيد لي 100 درهم باش المره الجايه يخرج يكون حار هذيك الحياه هي هذه او سينو ملي ملي يوصل للجامعه ملي يوصل للجامعه واش غتكون مع انت فلوفي غتكون مقابلو ملي غيمشي يخدم انت راك خدام وانا خدام وانت راك خدمتي دابا راك عارف الخدمه شنو هي راه ماشي طابي غوج راه ما كاين الناس اللي كيسحابوا ان الخدمه انهم كيتسناوك وغيفرحوا بك او تي انجينيور او كيليكول بيان فيني طابي غوج هكا تمر هكا تدخل كتلقى لي غوكا ملي ما كاينش غوكا وداك الهرب ديال غياكلوك غياكلوك وملي غياكلوك كتقول ولاد الحرام وانا نقول لكم راه ما ولاد الحرام ما والو هما مساكن تا هما راه كيقلبوا على رزقهم فهمتوا ولا لا كل كيقلب على رزقهم ابوك ساهل ديال الفريسه غيفرسوك يا هاد هاد ليكزومبل صراحه ديال <سؤال> كنت فكر واحد داك بودوم فكرات شي حاجات كيفكرات شي حاجات لا ماشي لا لا ماشي بيرسون هو راه كاين شو الحياه قاصحه باش نقدر نضحكوا على الناس نقول لك لا راه كلشي نو يا خص تكون ما كاينش قضيه ديال اه <سؤال> <محبه> يا <سؤال> صاحبي ما خص زعما كاين هذا المشكل ديال كتحاول صعيبه كاين شويه العاطفه كتبغي تحمي ولادك كتبغي هذا ولكن هذيك الحمايه كتخرج عليهم And, uh, اللي طاحت لي في راسي طاحت خلاص بزاف ديال ليكزومبل من الحياه الشخصيه ولكن ليكزومبل الاشهر هو ديال بودا بودا كان باه كان هو امير وباه كان لاباس عليه وسد عليه القصر قال لي صافي ما نوصل ليه شي حاجه خايبه السيد الدري كبر بوته كبر ماشي جا تما هو عنده كلشي زوين كلشي بيرفكت ولكن كبر ماشي احس براسو انه ناقصه شي حاجه ما, ما كاينش الفرق ما بين السعاده والتعاسه ولا ما بين ما بين ما بين المتعه والالم كانت غير المتعه دونك شنو دار خرج من ذاك القصر هرب شو بلدك ديال واش دي دي كاين شي شي, شي, شي قط كيهرب من دار العرس هو كان في دار العرس وهرب صو هو هرب عند هرب وعانى وشاف ديك المعاناه وداك الشيء اللي خلاه انه يوصل للحكمه وانه ما يكونش واحد واحد الشخص اللي زعما هبيل كما تنقول حيث كاين بزاف ديال حيت هذه دي صعيبه فاش كتكون خصوصا فاش كتكون لاباس عليه كل هذا ولاد كيكونوا تيكونوا سبويلد تيسموا سبويلد كيتس اند تيقول لك تيقول كاين واحد صاحبنا كيهضر على القضيه تيقول لك ما رديتش في البال شنو تيوقع كاين الجينيراسيون الاولى كتخدم بزاف باش تربح فلوس الجينيراسيون الثانيه كتحس بان زعما عادي ما كتخدمش بزاف والجينيراسيون الثالثه هي اللي كتضيع دوك الفلوس كاملين وكيرجعوا للزيرو عاوتاني ولادهم هما اللي كيعاودوا يكريو هذي راه بنو ابن خلدون اللي قالها نقدر <applause> ما متاكدش أنا على باز بس باز ابن خلدون اللي قالها <applause> الحكمه اللي ابن خلدون اللي قالها وعنده الصح عندو الصح 1000% لان الى ما هذاك الوليد هذاك ما تكون فرونتاج مع لا رياليتي كيفاش هذا الولد هذا غيشد واحد الثروه ولا واحد البيزنس ديال باو وغيخدم به وغيكبروا حيت هو ما عمرو ما عمرو شافو ما عمرو خدم معاه ما عمرو ما عمرو في لا رياليتي عطيتي mm. لا رياليتي اللي بغيتي انت اللي كتقول لي سي فاسيل و بارفوا راه يفو با ايتر فاسيل راه انا كنقول ديما واحد الكلمه ودابا كانامن بها بزاف و كنقول اف يو وونت تو بي غود يو ماست توليريت تو لوك باد اند تو فيل باد تو بي غود يو ماست توليريت بور راه بور مونجي راه يفو فير لي فور خاصك mm. طيب خاصك تقشر خاصك تمداغ هذه باش تاكل mm. بغيتي تكون مزيان فشي حاجه خاصك تصبر عليها بغيتي يولي يكون مزيان خصو يعاني خصو يتنمروا عليه خاصو ي... خصو يتضارب خصو يحس ب... في البعض اما في الجول في الجول في الجول راه هي المخدرات كتهرب من الواقع الواقع ديالنا صعيب انا ماشي ماشي كنرسم لكم واحد الطابلو اللي ما مزيدش. ولكن انا ملي عقلت والعالم في ازماته نتوما طحتوا في لو مارشي دونك دابا حنا في نهايه التسعينات كان كيقول لك المغرب غتشدوا الازمه القلبيه لي كريدي ما عندهم، خاصو لاستغيثيغ، وخاصو كذا، نجيبو حكومة أخرى، أنا حنا شي في التسعينات، راه را... را قريب 30 عام، ماشي دابا، دابا حنا كنشوفوا غادين من أزمات الأخرى، من الأزمات لي فينونسيي 2008, 2010, لي سوبرايم، لي مان برادر حنا غادين كن كل عام كيتزادوا، والعام الجاي 2023 غدا، ما غيكونش مخالف الأعوام اللي دازت، غيجيو ثاني أزمات، يعني حنا خصنا نكون عندنا لونتي فراجيليتي تكون شويه مقاوم للكسر ماشي اي حاجه كتشدك لا ريزيليونس هي المرونه ولكن اونتي فراجيليتي كترجع لذاك البوان اللي ديالك باش ترجع بشي حاجه ما نبسطوش بزاف ولكن باش ترجع اول حاجه فكر انك كتنفس عم حد كتنفس راك بالحياه شي حاجه مواقف راه محدك كتنفس كاين الامل لا ولي لو ديال

كودين ولا درت شيب دروب, دروب شيبين ولا درت شنو عت مليار عت ملياردير اسي انت درت شي بوحدك مزيان الله يبارك ليك الله يستر ليك مي ما يمكنش نقلاكيو الموديل ديالك على 40 مليون مغربي مم. والسؤال علاش انت كتبارطاجي داك الشيء هذا هو السؤال كنت كنتي درتي بالهيار علاش تقول للناس درت من الهيار زعما <تبعني> علاش <لسه شبيل لو>. تبين <applause> آه لهم فوالا كاين شي حاجه علاش كتبارطاجي ولا كتوري الفلوس ولا كاين شي تخومه تما على جي نقلبو كاين شي ازمه ولا صدمه يمكن ديال الفقر يمكن ديال شي حاجه وقعات لك في حياتك اللي خلاتك انك بغيتي تنتقم من ديك لا بيريود بحال باغي تعيش ديك البيريود في الزمن توريهم انا راني نجحت اسيدي انا النجاح ونشرب هذا البراد داتاي يعني انت النجاح عندك دي فايلون هذا البراد وخبيزه ديال الزرع والزيت والله الا الحياه السعيده انا بوغ النجاح سي غولاتيف واحد غيمشي لتايلاند ويحط حدا بنيه زوينه ويتصور وداك الشيء هذاك هو النجاح كل النجاح ديالو ولكن ما تفرضش عليا عافاك ما تفرضش عليا النجاح ديالك تفرضوا عليا انا مم. <applause> يا 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 دراري صغار دراري باقي ما شافش مسكين باقي ما شافش كل شيء غيتسطى لان والله كيبقاو فيا غي ماشي يا صا يعني ماشي الدراري صراحه حتى فاش كتكبر زعما ممكن واحد لاج اللي حتى كتوصل ديك 30 عام كتبدا شويه الحكمه مي قل من 30 عام انا تنشوف انه اي واحد ما راه اي واحد قبل انه زعما يبقى تابع هذا الشيء حيت يا السوشيال ميديا كاين بزاف ديال بزاف ديال الالعاب اللي بنادم تيديرهم بشكل لاواعي لانه شحال من مره كتبغي شي بغيت تفرض راسك يا اما بتصاور يا اما وشي مرات كتبغي تبيع شي حاجه كتبغي تنصب على الناس دونك واحد الديناميك شويه شويه مرونه خصوصا في هذه اللعبات نتاع الغنى السريع وهذا آه كاين دي ال... بزاف ديال بزاف ديال الالعاب صراحه آه ندوزو للمنتخب الوطني حيت نبقاو في الكونتكست نتاع السبور شنو لك في المشاركه نتاع المنتخب في كاس العالم قطر 2022 أه <سؤال> انا جاتني معجزه والله الا معجزه الحلم يتحقق زعما <مم> <مم> <سؤال> الحلم يتحقق و... كي شو كاين الاراده كاين الاراده هو كاين جوج الحوايج من هكذا دابا الناس الناس نساو واحد القضيه كيهضروا ل... أصبق... على غنقول شي حاجه دابا اللي يمكن غتقلق بزاف ما كاينش هذا الخطوط الحمراء في البودكاست قول اللي بغيتي اه وي ام... غنقول واحد الحاجه دابا الناس كيشوفوا وليد الركراي وليد جا واحد شهرين ونص ثلاث شهور ودار هذا الفريق كل شيء مي كي خصنا نكون شويه واقعيين قبل وليد شكون كان؟ وحيد وحيد اه وحيد حالي لوزيت راس مقاصح وكل شيء وحيد الا في ان ترافاي دو فون مم. هو انت اللي جاب اللعابه هو اللي دار لهم لا ديسيبلين هو اللي قاد لي فيش دار لو ترافاي فغيمون الا لو ترافاي قال لي شنو غدير مع الفرقه؟ قال لهم غنجيب غنخدم بداك اللي لقيت مم. حيت لقى لقى دي لقى دي دوسي لقى دي فيش لقى دي بوست لقى لقى ان ستغكتور ترافاي دو فون الباك اوفيس كان داروا ليه واحد السيد امم حنا دابا مع ديال بحال كنشوفوا دابا ما كيهمناش شنو وقع قبل كان شويه كنحسن نشكروا داك السيد نقولوا ليه واخا هو راس سوقع صح وما عاد شنو كاين ولكن راه الا في لو ترافاي ولكن واخا انا نضرب شويه الواقعيه عاوتاني واش ما خسرناش قدام ميريكان ب 3 0 واش ما ربحناش جنوب افريقيا بالسيف واش ما ربحناش طوكو بالسيف زعما واخا يا يعني نقدر نقولوا دار شي تخافي ولكن الاداء ما كاينش زعما كان واحد الكلمة في المنتخب اللي خيب بزاف كان رومان قبل المونديال قال كي مشينا للمونديال بهذه الطريقه غادي نخرجوا بفضيحه كان بونو كيهضر على على مشاكل زعما كان واحد الكلمة مشحون بزاف في المنتخب زعما ما كانش لا اعتقد انه زعما الوحيد عنده بزاف الفضل في المهم كاين الناس اللي يقولوا ما عندوش الفضل آه. اشنو نقول كن. لك قلت لك انا الباك اوفيس داروا <applause> Le même chat, le même chat l'histoire même chat qui dit la même chose, qui dit la même erreur. Il yani la personne là, il n'a pas changé. Le travail de fond, la discipline, c'est un bourreau de travail. Ou elle est qui, le côté. خص... Toi, comme ingénieur, tu connais besoin des ingénieurs. Les ingénieurs qui aiment tout ce qui est binaire 1, 0, mm. la logique, le mental, l'analytique. خاص لو كوتي دغوا لو سيرفو دغوا كي لي موسيونيل فخبار كنت كنقرا كنت كنقرا واحد الكتاب البارح على هاد القضيه بالضبط ديال انه مزيان تخدم لي دو كوتي ديال ليفت برين اه ليفت برين اند رايت برين يس الوحيد شنو عنده؟ عنده لو كوتي غوش اللي خدام لو كوتي دغوا ما عندوش الا ك... <applause> <applause> قلتي لي بحال دابا النيه ورضات الوالدين وكذا يمكن يضحك عليك ولا يضربك بشي كوره ولا وليد وليد جا عنده لو كوتي لو كوتي غوش لقى بعدا لي دوسي موجدين وكلشي شيء عنده لو كوتي غوش راه عنده ان هيستوريك 10 سنين ديال التدريب دار فيهم دي ريزولطا وعنده لو كوتي دغوا هذيك لانتيليجونس ايموسيونيل ديال المغاربه ملي جمعهم بجوج عطا لا ماجي ملي خدمهم بجوج خدم لي دو سيرفو هاد التحليل دابا اللي كنديرو ليك والله الا كنتمنى ان شي واحد يدوز في التلفازه ويديرو لان كيدوز في التلفازه كلشي كيبيهضر ليا على النيه النيه اللي ليدرشيب آه، راك يمكن مع كتشدوا الكلمات كتبقى تعاودوا فيهم كت يبغوا دو تور دان نو مي راه هاك كيفاش خدم خدم بلو كوتي اللي كان فيه بعدا ان ارشيف واحد لي دوسي موجدين كلشي موجود وهو جا دار اللمسه ديالو ولو دغوا انه مغربي كيتعامل مع المغاربه كيهضر معاهم لان تو جيغ ان اتليت تو ان اتليت كاسوسيال باش تكونوا واضحين واحد السيد اللي جاي من واحد راه ماشي قرا في الإنسياس ولا في ليمي ولا في والفليم محمديه ولي يدرا كان كيلعب الكره في لي بون ليو العائله على قد الحال المستوى على قد الحال القرايه ما قراش يعني تي دو جيري سا جيري داك لو كوتي ايموسيونيل جيري لا فروستراسيون نو يعني واحد الحاجه ان ملياردير عرفتي شنو ملياردير في الفوت وما قاريش بزاف راه خاصك عندك لا كاباسيتي لا جيستيون ايموسيونيل كبيره باش تجيري بيرسون راه تجير جير با مبابي راه تجير واحد ملياردير ما قاريش خصك تجيري وتتعامل معاه وتخرج منه لو ميور وهذا سي با ان جوجمون هذا راه عندهم راه سي تو تاس لو غونور انك خرجتي من واحد البيئه اللي ما كنتش خصك تخرج منها في ذاك المستوى وخرجتي درتي ونجحتي لا شفنا حكيم زياش لا شفنا اشرف حكيمي كتشوف البي ام منين جا وهما كيقولوها ها منين جينا ها شنو كان كيدير وباش يوصل يلعب في هاد النيفو في ريال مدريد ويلعب في باريس سان جيرمان يعني راه الا فيه اني فور كولوسال وليد اللي تي انتيليجون خدم لانتيليجون سيمونسيون حسبيهم حتى هو داز داز من نفس داكشي دازو منو حتى هو من لي بارون ديالو دي زوفغيي وخدم ومشى للمنتخب تو كومبري <applause> عنده اون فيزيون وخدم عليها ولد البلاد مغربي عاش داكشي حكي الوليد غتقول ليه واش كتحلم باش انك تدرب المنتخب الفرنسي بما انك فرنسي وغتشوف الوليد واش غيكون واقعي معك ولا لا غيقول لك جامي لا في ما عمرو ما ليا شوف اش غنقول لك يعني هو اللي ولد البلاد عارف كان عارف المغاربه وكان عارف الجمهور وكان عارف اللعابه اللي عندي وهذه انا عجبتني فيه وقت ما دوا كيقول لك انا الجمهور المغربي يعني عارف تاع اشنو خصني نقول للجمهور باش الجمهور يبقى مكالمي بغيتو حمد م. الله جيبو الحمد الله يلاه كاين حتى مشكل

الفلوس العالم ديال الفلوس ملي كتشوف رونالدو مشى <applause> للنصر النصر <كنت بروع> العالم لي مارش اون فيغ <applause> الفلوس <applause> هذه الفلوس الفلوس هو الفلوس هو صراحه وليد كاين بزاف ديال الهويزة زعما كانت واحد الواقعيه في ذاك الانجاز زعما الواقعيه ديال انه ما تكذبش على راسك ديال انت لاعب قدام كرواتيا لاعب قدام بلجيكا ما غتقوليش غنحل اللعب سينو غتاخذ بحال اللي دارت بحال اللي دارت سويسرا بحال اللي داروا كوستاريكا حتى هي سو so فهمتي كتشوف واحد الواقع انت فاش كتشوف وليد هتاف في ايامات حيت ال... الناس دابا كيشوفوا غير هذا الانجاز بحال غير هو يلاه بدا التدريب منا راه كانت 8 سنين في الفتح ثمان سنين في الفتح الوداد الوداد قطر خدم كان لعب مع المنتخب في 2004 عند هو كان مدافع وتي يقول زعما تحس انه فاش كيبدا يهضر المونتاليتي ديال انه تيقول ان اهم حاجه اهم حاجه في الكره ماشي غير انك تمركي ولكن الاهم في الاول هو انه آآ آآ إلا إلا ما تمركاش عليك. بهذه القضيه ديال الى الى ما رديتيش البال ديال انه إلا تمركا عليك هذا على هو المشكل خصك الدفاع وديك الساعه تلعب خصوصا الا ما كانوش عندك زعما ما كانش عندك واحد الكاليتي نتاع اللعبه اللي فغيمون زعما بحال بحال شكل فرنسا واللي يقدروا يلعبوا كوره وتا فرنسا كتلعب زعما الدفاع يعني هذه الواقعيه هذه كانت تاجر لي في شكل اي ثينك هذه اللي بزاف في هذاك النجاح. الواقعيه الواقعية أنا أنا رأيي هذا رأيي الخاص في الماتش كونت لا فرونس دخلنا وحنا خايفين نقول لك كيفاش قلت لك لا بريباراسيون مونتال لا آه. كومبانيون مونتال شنو كيوقع المغربي عزيز عليه يلمس شي حاجة إلا جيتي قلتي لي غنبيع لك التيلو هذا ب 20 درهم لأن كيكتب مزيان ديزايني هنا كتخدم به هكذا يشري من عندك مي تقول لي حصة ديال لا كومبانيون أه باش تحسن من الاداء ديالك اش غايقول لك وي تبع لي الهضره تبع لي الهضره هذاك شنو غتقول لي راه غنلقاه في يوتيوب غتقول لي لا ما تلقاش اسمح من راسي لا كومبانيومون وان تو وان و بيرسوناليزي على الاسئله ديالك لا 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 واش غايبيع لي ما عطاني والو ما باع لي والو وما غايشريش وما ما غايدير حتى حاجه ماشي حك انت عندك العلم ولا حك انت كوم كوتش انا كوم كوتش عندي اون اكسبيريونس شفت لي زونتربريز شفت لي ديفي انا عشت انا دي ديفي يعني شفت حوايج وعشتهم وقريتهم وسوي ديبلومي دون سا جو بو عندي لا ليجيتيميتي دو تي دي مي لي جون ما باغيش كيقول لك انا خصني واحد اللي يبيع لي شي حاجه خصو شي حاجه ملموسه خصو شي حاجه يشد في يدو Mitsadharma ça me rappelle Michael Jordan, toujours, je cite ça, sous c'est quoi ta plus grande force Toi, comme God, die, le basket, une légende, c'est quoi ta plus grande force Faire le, le journaliste s'attendait à me c'est ma préparation physique, ma détente avec Mike R., mm. euh, ma lecture, dièle le jeu j'ai une seule question au ras la rigma et ma plus grande force c'est que je suis coachable là où il y a quelqu'un qui peut me coacher je vais vers je demande et je le paye pour me coacher mm. il y a qu'un yoga il y a alimentation il y a étirement a il peut m'apporter quelque chose à la source rare mais si tu parfois parce que mes yeux vont تك حتى واحد ما بغى يقدر يعلمك حتى واحد ما يقدر يدوي معاك وجو لو سليمان كيمشي <applause> لشي اللي ملي كي كيجي كيقول لك انا كون عطاوني هاد الفلوس اللي غتقرينا بهم <applause> كنقول يا اخويا سير عند الايغاش غاش قولها لهم علاش كتقولها لي انا <applause> انا راه ماشي حيط قصير باش تجي تقول تخرج فيا دوك لي تخوما ديالك عندك مشكل <applause> مع الايغاش ما عطينكش فلوس سير عندهم قول لهم ما ديروش لنا لا فورماسيون وعطيونا من عطيوني عطيوني ديك الفلوس قلت له اقسموا على لو نومبر داكشي اللي كيخلصوني قسموا على لو نومبر اللي في لاسوسيتي غاتجيك واحد 30 درهم ولا 40 درهم قلت له اللهم قلت معايا هاد اليومين وكون لي ماكارون شرب وضحك شويه ودوز واحد ان بون مومون ولا ما عجبكش شحال تخرج واخا دوز المنتخب شنو قلتي دابا قلتي بحال كنا ما كناش حاضرين مونطالمون في الماتش ديال فرنسا ياك مونطالمون دخلنا خايفين وملي كتدخل الخوف ما كتبقاش حاضر عقل ملي كيكون الخوف لكن الخوف ماشي حاجه راه ما كتبقاش ما كتكونش مومون وما ما كتلعبش الكوره حنا Qui y en a deux pour entrer si Nadal, il est devant un joueur qui te dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il te Je veux gagner. Aller vers. Je veux mm. gagner. Aller vers le trophée. Aller vers le gain. » Si tu te souviens, si tu passes la Medvedev devant Nadal, il te dit « Je ne veux pas perdre. » Il y a deux métaprogrammes dans le Marne. Il aller vers

اللي قراوها درناها درناها اليوم بحال حنا طبقنا هذاك الشيء صافي طبقنا لعبنا كره ونا فريمون جوي ولكن صافي ماركة عليك الاول ومن بعد ماركة عليك الثاني <applause> يا الفينيش ما كانش الفينيش ما كانش كان ممكن يتقبل الماتش ولكن واخا مخ... آه... <applause> حنا سليمان شوف الكره الكره, الكرة فيها بزاف الاراء عطيت انا رايي وقلت شنو كيفاش كنشوف الامور ولكن هاد الناس اللي كيسمعوني اليوم هاد الناس اللي كيسمعوني اليوم صور راسك ديما في اي حاجه واش انا كندير داك الشيء بور ايفيتي دو

فين باغي نمشي انا شنو باغي نحقق كل شيء باغي يهرب من الفقر ايفيتي دو الفقر وغيطيح في الفقر مي شكون اللي شحال واحد باغي الغنى باغي الغنى اللي عارف ان شيف عارف شنو غيدير عنده اون فيزيون كليغ <applause> يا هاد اللعيبه هادي صراحه بحال ليكزومبل تاع دوزيام قلت قلتي انا المهم كنت كندوز من شي في حوايج وكنت كنت وكان الخوف اني ما نقول شي حاجه ولا ما ندير شي حاجه مي احسن طريقه اعتقد من تجربه شخصيه واخا نبان بحال تنولي كوتش هنا مي اي تجربه شخصيه هي صوره سكوت أت... زعما شنو اخيب حاجه ممكن توقع؟ دو ورست كيس دو ورست كيس شنو يقدر يوقع وفي الاخر كيلقاني ديك دو كيس زعما حت... ما ماشي شي حاجه اللي اه اه... الالكتيك... في شكال <سؤال> زعما ماشي شي حاجه اللي خايبه بزاف وغالب الاحيان ما غاديش توقع زعما داك الشيء زعما خصوصا شي بريباري خصوصا بحال هاد اللعيبات هادو عندك الا كنتي متبعني شويه انا كتعرفني كندوز في لي ميديا وفي دوزيام وفي هاد الشيء كامل لو سول كونساي le partage, le, conseil, le partage que mm. je veux partager avec vous, ou un la bulle, 3P, positive, visible et on paix, 3P, pour le plein potentiel. Positif, mais mm. c'est pas c'est juste une capsule ou la... راك ما غات ما كت ما راك في سلام ما دخلش الحرب في التلفاز راك عاود في سلام بيزيبل متصالح مع تي. تي بي زيبل راي في لي زيموسيون ديالك انت خطاتي تي بيزيبل كتقول ما يخطاش انا سي اومان سمحوا لي القضيه سمحوا لي نعاود القضيه وكل شيء ما غيبقى حتى حاجه حنا في راسنا كتبقى تكبرها كتكبر وكتثقل عليك وكتبلوك يا كتجي شويه من من كتجي شويه من المدرسه ديال انا كنعقل واحد الايامات كان بز... كنا ك... كان شي واحد كيقول شي حاجه وكيضحكوا عليه الدراري انا مع الوقت لاحظت ان بزاف الدراري ما بقاوش ما بقاوش تيشاركوا حيت الناس الاخرين تيضحكوا عليهم وانا عاوتاني بواحد التجربه انا بزاف المرات ضحكوا عليا الدراري بحال قارين معايا بزاف المرات انا ديك 60 واحد كيضحك عليك في نفس الوقت يكون شويه قاصحه ولكن مع الوقت كنفكر كنقول اوكي انا ضحكت على شحال من واحد وشحال من واحد ضحك عليا واش فريمون كنبقى نفكر زعما دازت ديك دازت ديك خمسه دقائق واش كنبقى متفكرها زعما واش نبقى قيدة في شي ورقه ولا كتنسى راه حياتي دابا كل واحد مسوق راسه مسوق الحياه ما مسوق لكش انت اصلا زعما اكزاكتومون 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 انت اللي في راسك مكبرهم والصوره ديال الاخر تو لوك جود كتقلب على تو لوك جود باغي تبان زوين وبغيت تبان واعر وكلشي حنا حتى واحد فينا ما واعر حتى واحد فينا ما زوين و... <applause> كنقلبوا على رزقنا وخدامين وكنديروا الطريق ديالنا كفو اكسبتي لا فينيرابيليتي اومين حنا وني فينيرابل حنا راه ضعاف اصاحبي حنا راه ضعاف من ذاك السباق الزيت اللي في الزنقه ذاك السباق الزيت يمكن اغير منك عرفتي علاش السباق الزيت ما محتاج لا انترنت لكتخشي. لا 4G لا مانطا ما محتاج لا صالير لا والو كيعيش بوالو وكيعيش في البرد وفي الشمس وفي كل شيء حنا ما علي تخطاش علينا ما تخطاش علينا في تصبح دير بحال هكا فهمتي ولكن اللي يقول كيقول لك انا راني واعر وانا عندي ديبلوم وانا كذا كان خويا راه ما تخرجش على التواليت يومين حياتك تشقلب اه لي آه 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 ديما ديالك دي ما يخدموش حياتك تشقلب راه داك سبق الزيت بعد منك داك المشرف الزنقه اللي جاي يدير بحال هكا دبر على راسو وبخير عيش حياتك <applause> اوكي شنو تيبان بالك في خلينا في كاس العالم كيبان لك نقدروا نديوها اه 2026 2026 لا زعما 2026 كتجيني من مستحيل صعيبه لان لان لأ خصنا نوجدوا خصنا نوجدوا شوف هذه هاد الفرقه هذه لعبتي بها خديتي منها لو ماكسيموم تبارك الله ما شاء الله زعما كاتخيام ناسيون في الكوب دي موند شي حاجه قويه اه هاد لا جينيراسيون من هنا ربع سنين واش غتكون هي ولا ماشي هي ابارامون نو لان كتشوف غيتبدلوا لعاب يعني. الناس كبروا اه غيكبروا حتى تل... لي تل... بليسيور لي شتي لي بليسيور دابا يل فون تريني لي بليسيور داك العيا كتا عندهم واحد عامين عامين غيلعبوها مزيانه ومن بعد غيعود غي بوكو ديشي خصنا لا غوليف لا غوليف خصنا نخدموا عليها فرنسا ما انا والله ما انا انا اكره فرنسا انا كنقول دابا في الملا اكره فرنسا <applause> خدمت معاهم وكنعرفهم كلشي اكرههم ولكن قرينا بالفرنسيه والموديل اللي شفناش شفنا الفرنسيه هي الاولى ما شفناش الانجليز ما شفناش الهند ما شفناش اي فرنسا في فوت علاش هما واعرين لي سونتر دو فورماسيون لي سونتر دو فورماسيون كيطلعوا ليك حكم اللي عندك لا ماس بحال الهنود عندك لا ماس في لانفورماتيك واش غتقال المغرب مع الهند في لانفورماتيك في الساس وفي الديجيتال تي بي با واخا تبغي علاش ومليار و200 انت راه يلاه 40 مليون بشويه بشويه شحال من واحد قاري وشحال من واحد كيدير لافورماتيك يعني لا ماس اللي كانت عندك كبيره ولا بدا يخرجوا لك واحد كل عام تخرج لك واحد 200 واحد طياره واعرين هما عندهم لي سونس فورماسيون كتاب لي ليسونسيي دابا كنهضر مع واحد السيد قلت ليه باش نهضروا غيالمون في الفوت ولا في الرياضه ما فين كنت كنهضر معاه مم. ما عقلتش ولكن كنت كنهضر معاه قلت ليه شو لو نومبر ديال لي ليسونس شحال من ليسونسي عندك انت في الكره شحال من ليسونسي عندك ليسونسي يعني مشارك في واحد اللي لقلو... واحد الجمعيه ولا واحد الكلوب وكيتريني ثلاثه مرات ربعه والو البطوله كامله عندنا راه يلاه عندنا واحد آه 400 لعاب اللي يلاه كي المهم راك عارف <applause> <applause> راك عارف اللعابه ديالنا داكشي على قد الحال صافي اوكي ندوزو ندوزو للكوتشين

وشنو اللي تيخليه شنو اللي تيعطيه الكريديبيليتي شنو اللي تيعطيه المصداقيه باش هذا اكومباني باش انا نعرف واحد الكوتش كومبيتون ماشي كومبيتون حيتاش انك مثلا ما عرفتش تلبس كوستيم دير بروفيل لينكدين كلشي يقدر يديرها شنو هو الكريتير اللي كيسيباري كوتش مزيان على كوتش خايب اول حاجه مزيان هاد لا كيسيون زوينه اول حاجه كتشوف هذاك السيد شحال ماشي ديبلوم ماشي ورقه ما حق دابا الورقه هذا كلشي كيتشرا باش تكونوا واضحين <applause> باش نكونوا باش نكونوا واضحين 1000% تقول لي سيرتيفيكاسيون نقول لك زعما ندوزون اون بريفي نقول لك كيفاش دير لا سيرتيفيكاسيون وجدها ميمي باش نكونوا واضحين اول حاجه كنشوف كنشوف واش داك السيد شحال هو كيدير داك لو ميتي حيت كاين دابا اللي كيفيق الصباح كتب كوتش مش احضر لواحد الدوره فيها يومين ولا اونلاين يومين ثلاثه ايام وجا دار بروفيل انستغرام عطاه لواحد الكوميونيتي ماناجير عاد كيجيب كي لي دي سيتاسيون كتب كوتش ولينكدين مشى في لينكدين كلشي شحال هو كيدير هذاك لو ميتي واش دي زاني ولا لا واش كيعيش منه ولا لا واش سي سون برينسيبال ميتي ولا لا الا <applause> كان كي خويا كيقول لك كي انا خدام في البانكا ولا خدام في, في في, في شي شركه وكو وكوتش عارف راه كيتريني فيك راه هوايه وبغي يتريني فيك آه بحال ملي كيلعب البادل في العشيه وكلشي يعني ما غيعطيك لا ريزولتا لا والو الا هذاك لو ميتي برينسيبال ديالو شحال المده هو كي كيدير هذاك القضيه وشحال كيتخلص في لا سيونس انا كنلقى دابا ديك كورس كيقول لك انا كنتخلص 100 درهم لا سيونس 100 درهم زعما اشنو 100 درهم الخلاص ديالاش زعما دو توا اموا واش الخلاص ديال لو سافوار ديالك ليكسبيرتيز ديالك ليكسبيريونس ديالك الخلاص ديال داك البيرو اللي جالس فيه انا البيرو اللي عندي جالس فيه 5000 درهم للشهر فهمتي ولا لا جو مي بيرمي با ني شد ان سيونس ب 100 درهم الا بغيت تعطيني 100 درهم نقول لك انا غنجاوبك فابور وغنجاوبك على السؤال واحد وصافي سير الله يعاونك ما تجلسش معايا ساعه هذا هادو هادو هما اللي واحد لي تخوا كريتير لو بري ديال لا سيونس لونسيانتي والثوازيام هو اسكو سي طون ميتي برانسيبال ولا سي جوست اه بار تايم هوايه وكل شيء راك ماشي محترف لا كانت حيت كون كنتي محترف كنت غتعيش من هذا الميتي ديالك ديال بصح مم. انا غناخذ ليكزومبل ديالي انا كنعيش دابا من الكوتشين 100% انا ما خدام لا مع دابا راه كيمكن سليمان اللي متبعني راك عارفين انا ما عندي لا خدام لا في شركه ما نهار الاثنين راه غنصبح خدام عندي دو جور دو كو دو فورماسيون دو كوتشين في المايند سيت في واحد الشركه نهار الاثنين هذا الاثنين هذا يعني سي مون ترافاي وملي ما كنكونش خدام راني اما كنقرا ولا ولا كنتفرج في دي بودكاست بحال ديال ولا كن كن كنتعلم يا وعلاش علاش ولا ما السؤال اللي قبل قلتي قلتي لونسيانتي كيفاش واحد يلاه كيفاش انت درتي سميه لراسك زعما يلاه بادي ما عندكش لونسيانتي كدير سميه كدير زعما باش تاخذ ديك لونسيانتي ولا تاخذ ديك اكسبيرونس ايكوت هذيك ليكسبيريونس خاصك تقول راسك شنو باغي انا شنو باغي تصور راسك شنو باغي فريمون شنو باغي كيفاش شنو باغي واش باغي تمشي في هذا الميتي ديال الكوتشين غتقول وي انا باغي نمشي في هذا الميتي الكوتشين خاصك تعرف ان هذا الميتي ديال الكوتشين اللي مات الاولى ما يوكلكش الخبز مم. ما يوكلكش الخبز اما خاصك تخدم مع شي واحد اللي ديجا خدام كيما درت انا اللي مات الاولى كنت خدام خد مع واحد السيده اللي هي كوتش كانت قبل مني كتقبلني من شي ربع سنين وخمس سنين

هذا سي مون دومين زعما عزيز عليا تفورميت فيه وعزيز عليا الدومين هي عندها دوطخ كومبيتونس ملي كيكون لا جورني اللي فيها لو مايند سيت ولا لانتيجونس ايموسيونيل اشنو كيوقع كتقول لي انا غنحضر معاك انا غنتعلم منك اليوم انا انت اللي غدير لا فورماسيون كامله انا غنكون باك اب وفعلا كتبقى جالسه وني ما عمري انا كنقول وصلت ولا هي وصلت كنتعلموا من بعضياتنا انا حتى انا ملي كتكون هي كيعطيك ما إيزومبل كيفاش كنتعلم ما كتكون هي كتفورمي وكل شيء أنا كنشد لو كالبان ديالي بحال هكا وجو برون دي نوتس كنقرا كنقرا كنجلس كنقرا ما كنقول لا أنا أحسن لها وهي أحسن لا والو كنتعلم يا. و قلتي 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 فلو كتعلم بعد وليتي كتسبيسياليز كيفاش كتلقى ديك ليون هذا هو السؤال كيفاش كنلقى ديك ليون اه تري بيان سي تري بون كيسيون دابا نعطيهم لي سكري ديال خلي واحد لي سكري خاصني نقول لهم اول حاجه اول حاجه ما كاينش الشكليه اللي كنخدم معاه غالبيه غالبيه خصو يخرج بواحد لو طول ساتيسفاكسيون اللي عالي بزاف انا كنامن بهذه القضيه ما يمكنش انت تحضر لواحد لا سيسيون ولا تانيمي واحد لا جورني ولا دو ou les quand l'impact, ont l'impact ou l'influence, tu n'es pas fait pour ce métier. Mm. Donc, tu accompagnes, tu dois inspirer, c'est de l'inspiration. Tu accompagnes avec la personne, tu fais pas le travail à sa place. Mais euh, l'accompagnateur, c'est comme avec, c'est le mot un petit peu, c'est le guide qui mm. est qui avec le sommet. c'est un guide spirituel. On n'est pas des gourous là, des bouddhas là.

يا لا هضرتي ايه دابا نسولك كيفاش كتجيب ديك ليون قلتي الاول اون كونت ساتيسفاكسيون طالع ولكن دابا ما جاوبش السؤال هي جاتك انت داك لو حيت انت تقدر تمشي لتوبكا وتلاقى مع بزاف لي الغيد تلاقى مع بزاف ديال الغيد غتلقى ولاد ايميليل بزاف ولا تما بزاف تلاقى مع بزاف ولكن كاين واحد لو غيد يفا تو ماركي يفا اتر انسبيرون بور تو هذاك لو غيد كي انسبيرون كن على يقين انت كون بيرسون ملي غاتسمع شي واحد يمشي للتبقى غتقول لهم هاك التليفون ديال طارق المليح اللي تري انتريسون علاش تا امباكتي يا دونك انت دونك انت بحال هكا بزاف على البوش يعني كنخدم بزاف انا كنخدم بزاف على البوشا دوزيام دي شوز علاش كنخدم و وعلى العام اللي فات هي بديت كنخدم فيها بزاف هو لو لينكدين ما كنذكرش بزاف الكليون ديالي زعما الباريتيك ما كنبغيش نذكرهم، مي عندي دي تخي بون كليون، دي كرون كليون. نقدر دابا بودكاست نقول لك لي كروند بونك دو لا بلاص خدمت معاهم كاملين، لي كروند بونك، لو سي بي، الناس كنخدم مع لو سي بي بزاف، خدمت مع لو سي بي بزاف، الفارماسيوتيك، لي الجروب فارما اللي في المغرب خدمت معاهم كاملين، عندي أن بروجي في أبيدجون مع واحد لا ميتي ناسيونال في أفريقيا

إيه، لي رونكونتر وفي المغرب كتخدم واحد القضيه بزاف اللي هي اللي هي لو نيتورك اللي كانوا الناس كيعرفوك في الدومين ومحتاجينك كيعيطولك لك yeah. يا اند uh, كيفاش كتضمن ان الطود ساتيسفاكسيون ديال واحد الكليون تيكون طالع شنو تدير باش تكون غود كوتش كندير لو فيدباك كنسول بحال ما كنسولك دابا انت كنقول واش واضح معايا ولا غادي كن yeah. كاع النهار وانا كنسول لي زامي واش وني داكور سيغ سا ولا وني با داكور واش بانت لكم هاد القضيه ولا لا كيقول لي بانت ليا كنقول لي عافاك عاود لي شنو بان <مم> يعني لك في هاد القضيه هادي واش نمشي واش واش نكمل معاكم في هاد الكوتي ولا ولا بان لكم نبقاو في هاد تعطيه لو شوا و بويس كان عندي بوكو د كاسكيت كوميم راني كنجي بيان بريباري كيما قلتي كنجي بيان بريباري يعني ما كنخافش انه يقول لي لا نحيد هاد لا كاسكيت دوز لي يهضر معايا على ليكسبيريونس ديالك ملي كنتي في فايزر أنا دوزت لابوراتوار فايزر دوزفير 4 سنين هضر لي على هاد القضيه لي انا ما دخلش اليوم في الكل اللي كيولي ما. سا ماتيريس بغيت نسمع كنقول لخرين اسكو سا فو سا باش تعرف لو تو ساتيسفاكسيون ديال داك باش ما تبقاش انت منطلق عام داتك الفو طونصوندي سا بروب بيرسون ديباسي ديك تا بروب بيرسون راه قلت لك تا بروب بيرسون لا سلاخر توعر منك راه لو كافير راه احسن منك اه قالك انا واعر Un <laughs> cafard, <laughs> <laughs> il est autonome, il est antifragile, il est résilient, il est il est du lèvre. <laughs> mm. <laughs> il n'y a pas de chance, il de Qu'il ta petite personne, ou quand tu soit avec le client, ouais, si je ou dire, est-ce que vous voulez qu'on développe, là, oui, ou tu te dis des takeaways? Elle d'abord, je donne mes techniques, qu'il 12, quand je peu plus facile, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce qu'on a vu la matinée? ناريش <كبيرك> غيديو لي دابا كنهضر بالفرنسيه غياكلوني غيقول كذا هذا ماشي مشكل لا المهم غير الكلام بعدا غاتسولك غاتسولك هو الجمهور ديالي بليس الجمهور ديالي بليس اونغلوفون وكاين الناس اللي دارجه ولكن كاين الناس اللي لا دوك لي زونغلوفون كيفهموا الفرنسي واخا هما مختلفين واخا انت كتقول اكره فرنسا ولكن عادي زعما عادي عادي ماشي مشكل دابا خدمتي خدمتي هي هذه كتسولهم كتقول لهم اشنو خديتو من هاد الصبحيه هاد الصباح اللي دوزنا كاملين شنو خديتو منه وتما كتفهم راه واش لو طوب ساتيسفاكسيون غادي مزيان ولا لا مم. في العشيه كذلك كدير امتي تي رابيل آه كتسولهم ثاني هذا النهار كل واحد فيكم يقول لي فكره اللي خرج بها من هذا النهار ديما كتبقى فاهم انت واش انت غادي مزيان ولا بنادم ما فاهمش مزيان اي بارفو كتلقى دي جون اللي كانوا معاك في لاكلاس وما فهموش داك الشيء اللي قلتي وهنا كيجي كي الدور ديالك انك كتعاود لهم كتفسر لهم بطريقه بسيطه وسهله ولا كتاخذو بوحدو وكتعاود تشرح ليه ولا كان شي صاحب فاهم مزيان كتقول انت لو تشرح ليه امم واش نجيب لك الناس واش واش شي احد اللي باغي يولي ناجح وخا النجاح بين مزدوجاتهم يمكن شي واحد اللي باغي يطور من راسو يخدم على راسو واش كاع الناس خاصهم كوتش ولكن الناس اللي يقدروا يديروها زعما راسهم ما كنعرف مثلا دابا عندي ديزيكزومبل مثلا ايلون كان دو كوتش ولكن ستيف جوز ما كان عنده حتى شي كوتش فهمتني مثلا المشكل شي ناس اللي يقدروا يخدموا, يخدموا راسهم ويديروا شي حاجه في شكل بلا بلا حتى شي كوتش ولا ضروري خاص كوتش هو شوف أه باش تكونوا واضحين ستيف جوبز انا قريت مزيان قريت مزيان ستيف جوبز ما كانش عنده دي كوتش ولكن كان عنده دي زامي دي زامي آه. اللي كانوا عليه كان عنده دي زامي واحد كان في واحد لونتوغاج كانوا قلاله منهم لونبير ديريكتور ديال والت ديزني كان صاحبو بريسك انتيم كانوا عنده واحد الصحاب واحد اربعه خمسه اللي كان وقت ما صاب شي تشالنج كيجمعهم هو كان عزيز عليه لامارش كي كيتمشى معاهم كياخذ يعني كانت اون سوغ دو كوتشين وستيف جوبز داز واحد لابيريود اللي ماشي هي دابا دابا اللي مشيتي شتي ويل سميث لو كوتش ديالو هو جيم كويك جيم كويك yes. هو اللي كاتب لي اه يا سي برين كوتش فوالا هو هذاك ليميت ليف مشيتي خديتي باراك اوباما با مال دو كوتش دايرين به من لو كوتش ديماج دو لا بريز دو باغول الغرق منهم مارشال جينز ستان بروفيسور هارفارد إيه، غتاخذ ايلون ماسك يعني لو كوتش كيجيب لك واحد لايفو اللي ما عندكش انت هاك انت كون بيرسون راك شويه انتيليجون جو سي راك شويه انتيليجون جو سي راك شويه غيزي دي شوز ولكن واش انت عندك لافي البقالي دابا بقالي كوم سبورتيف اسكو لو كوتش ديال البقالي كيجي احسن من بقالي لا مم. القروج لي كوتش اللي كانوا عنده عزيز داوده وعبد القادر قاده قاده وقاده سيرتو قاده عبد القادر قاده واش هاد عبد القادر قاده كيجي احسن من القروج لا ما كيجريش اي بو با فيغ لو بيرفورمانس ولكن عنده واحد لا فيو اللي ما عندش القروج على لو سبور على يعني نقول له, لا بريباراسيون تي فوا يعني ما نقولش نقولوا اه لا راه انا احسن منه انا نتي جوي تو اي سي سوغ دانتيليجونس بيان مزيان ولكن هذاك السيد راه عندو واحد ليكسبيريونس وعندو واحد ديزوتي وعنده وعندو واحد الكويستيونمون وعندو واحد لافيو ميتا اللي ما عندكش انت، انت داخل في نعطيك مثال نعطيك مثال حي واحد الولد صديق ديالي عبد الجبار ملي غندير هذه الحلقه غنسيطر عليه باش يسمع اشنو قلت عليه جميل عبد الجبار راه غيكون يسمعني عبد الجبار دابا وصل واحد البوست وهذه قصه حقيقيه وصل واحد البوست اللي بدا كيطلع ليفل سي ليفل سي هو السي او ليفل سي دا كيقربو السي او دير واحد الشركه ملي بدا كيقرب لو سومي اشنو كيوقع ملي كتبدا تقرب لو سومي الاكسجين كيقل والاعداء كيكثروا اذا ما كانش عندك لا كومبانيومون وانت داخل في فداك القضيه اش غيوقع ليك تي فو تانبليكي ايموشنيلو وغايجوك الضربات قاصحين وغاتجاوب ملي كيكون عندك ان كوتش ولا ان مونتور سورتو ان كوتش كاين فرق بين كوتش ومونتور كيكون عندك ان كوتش كتجيك دير ليا دير ليا وعمل ليا وكذا

انا راه ماشي وسط المصيبه اللي اللي كيحفروا لي فيها انا بعيد وكيبان وكي لي شنو كيديروا لي كيبان لي الكومبورتمون كيولي غندير ليهم غنعمل دي مو هذا الكيدار غنجاوبو بحال هكا وجو فيك خير مي وراه كيهضروا بالونجلي ماشي بحال هكا هو كيولي <applause> 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 يحك مغربي لا معنيات كلمة توا كالم توا <applause> 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 خرجت من الكارو ديالك شرب قهوتك غنفكروا اوتخومون ها كيفاش غتجاوب ها غتشد هذاك الميل ديالو اون فالي ديكورتيكي اونسومبل

بوز انا ما عنديش بودكاست عارف تكون واضحين بارك عليك وراه خاصك دير دير بودكاست راه مزيان يكون بودكاست مع هذاك زعما دير شي واحد لي كوتش والله زعما الا كنت كديرو اي ويل بي مونتور سولف فيا ولا سولف فيا بارك بارك على ليزونسيون اللي كنديرو نخرجو شي حاجه زوين ما نديروش كلشي بوكاست غنجي عندك انت سليمان غنقول لك اه سا مو بلي تا ميثود جو فو جو فو كو تي سو مونتور مونتور

من غير بغي مونطور شوف ان تيكنيك تكنيك اللي داز بحالك هو اللي تمشي عنده ما تجيش عندي انا انا ما كنفهمش الميتي ديالك يا اوكي لا يقول لك انا نيت كاين انت قد يقول لك وراه فاقد الشيء لا لا يعطيه الا إيه انت اصلا ماشي سي او علاش شنو اللي عطاك المصداقيه باش باش تكوتشي جاوبت عليه جاوبت عليه ملي كنقول لك انا قاده قاد ما كانش آه. كيدير رجلي قاد كان كي كيرمي ديك الكره ديك ماشي الجبل آه. لا ولا الكره, الكرة. 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 <applause> كان كيرميها هو كان بطل المغرب يمكن 78 فداك راه هذيك التخربيقه ياك آه. ما كانش كيجري ولكن الى كورشي القروج الج. علاش لان عنده اون فيل اللي ما عندش القروج الج. وعنده ديك كاباسيتي اللي ما عندش القروج هاد الناس اللي كيقولوا لي بحال هكا كنقول هذا اني باكو تشابل خليه من حقه من حقه اخويا علاش كتقرا انت كتاب ديال واحد اللي قاري شي حاجه وكتقرا الكتاب ديالو كتقول استفدت منه ما قالش نفس الميتي العالم كامل خصو يدير نفس الميتي ديالك باش باش يخدم معاك معك م. انت فكر في سلاق الزيت راه احسن منك ارجع رجع رجع لوكا باش ترتاح شويه واخا وكاين اللي يقول لك كاين اللي يقول لك عاوتاني يعني المهم انا كنمثل دابا محمد الشيطان انا ماشي ماشي انا لازم نقولك انا ما عنديش انا الاراء ديالي دي خارج من هذا البوديك يا كاين يقول لك كاين بزاف ديال الناس في الكوتشين كاين بزاف ديال الناس اللي كينصبوا كينصبوا على الناس يقول لهم هنا كنكوتشيوكم وما ما تيديروا حتى شي حاجه ما كيديروا ما كيعطيوش لامباكت اكزاكتومون وكاين نصب في المحاماه وكاين نصب في البودكاست وكاين نصب في كوميرس وكاين نصب في جميع لي وانت آه. الا نصب عليك انت قابل للنصب الا نصب عليك غينصب عليك سيونس باش تكون واضح ليمان غنصب عليك انا نقول لك انا كوتشي كسليمان اون سيبوز غنصب عليك في واحد لا سيونس غتخلص لي 500 درهم في سيونس غنبيها في جيبي الا نصبت عليك في الثانيه انت قابل للنصب ماشي انا اللي نصاب انت اللي انت اللي غبي سمح لي عاكم <applause> اكزومبل إيه. إيه. ماشي انت <applause> أنا ما مي انت اللي غبي وخليتي نصب عليك واحد <applause> كتقول لك انا درت عنده 8 لي سيونس وما دار معايا والو كان كيضحك عليا لا 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 واو 8 لي سيونس واحد جوج باركة. ميم yeah. اللي كلا امباكت ما كاينش دابا سليمان دابا انا كنهضر معاك دابا ندوي ان تيست ملي انت جو تي انجينيور انا جو سي با انجينيور انا دو mm. فورماسيون فينانسيير على باس ملي كنهضر معاك اسكو سا تو لوجيك ولا ماشي لوجيك هادشي اللي كنقول جاوبني yeah, وي نو يعني. لوجيك yeah, <مش خمال>. خويا انت لما ما بانش لوجيك لاش بقيتي معاه لاش خليتيه ينصب عليك كيبانش ليك لوجيك انت لا بروميير سيونس كيبان لك السيد ايه اكيد راسو ما مقادش فهمتي ولا لا ويلا كومبلي مزيان حسن مزيان يبارل لو فرونسي كوريكتومون كيدخل لي كلمات ديال لونغلي فوالا سكسس فال مايند سيت بلا 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 بي بي سكسس كلمات كذا ولكن لو فو ملي كنخرج كنخرج بوالو واخويا صافي سيونس وحده ومشي بحالي نبدا ساعه اخرى وما نجيش لو ميتي ما نجيش لو ميتي حيت راك ما عمرك ما شفتي لو ميتي <applause> انا واحد النهار كتب لي واحد قبل انستغرام كتب لي واحد السيد كتب لي واحد السيد في استاذ ما غنذكروش استاذ مشهور في الرباط يا ماتت كورونا يلا بدات كورونا وانا درت واحد لابتيت فيديو قلت لهم عافاكم ما تبقاوش تخرجوا بزاف بور با فوا اون كوند كونتاميناسيون لان وقت ما خرجنا وجزاز الكونتاميناسيون غيوقفونا شهر ونبقاو ديما وقت ما خرجوا 10 د الناس يزون كونطامين لي زوت شهر الشهر ونعودوا شي عام ديال الوقوف ويكتب لي بحال هكا وهذه قصه زعما كانت كتب لي ونا با بيزوان دان كوتش سلام في كومونتير نيشان بور نو دير سا انا جاوبته ما كنتش من العاكزين قلت لي بونجور مسيو فلان انا كتب لي بونجور ما هو كيفاش <applause> بونجور مسيو فلان جو بارتاج مون افي par rapport à la situation. Non, je partage. vous devez là, il faut là. vous Ah, le coaching c'est les métiers des gens qui n'ont pas de métier. Ah, le ce n'est pas à toi de me juger et de me dire c'est c'est un métier pour les gens qui n'ont pas de métier. Même un prof universitaire il a des clients qu'il doit satisfaire moi les gens qui me jugent c'est mes clients qui sont satisfaits et tu me payes pour ça et je n'attends mmh. pas de votre part que vous me disiez c'est pas un métier ou là c'est un autre toi comme professeur ou là architecte ou là la... ton principal but c'est quoi c'est la satisfaction de ton client moi mes clients sont satisfaits et ils me payent et je vis de ça et je suis content سي كوا تون بروبليم يا واخا نشرحوا للناس الناس ما كيفهموش الفرنسي ولا شي حاجه تدخل كي كي كاين كان لي شونج بالفرنسيه اسمحوا لي كان لي شونج نشرح للناس نشرح للناس دونك سي طارق كان قال للناس ما خصكم فيما كورونا ما تخرجوش غادي يوقعوا عدوى وغادي غادي يوقع لنا مشاكل الناس غادي ندخلوا في حجر صحي وهذا رد عليه واحد الاستاذ جامعي الاستاذ الجامعي ياك بعدا استاذ جامعي استاذ جامعي مشهور في الرباط قال لي هنا ما خصناش كوتش باش يقول لنا هذه القضيه وأرد عليه سي طارق قال لي انا فقط كنشارك الراي ديالي عاود انا يرد عليه البروف قال لي الكوتشين هو مهنته من لا مهنه له هو يرد عليه عاوش سي طارق قال لي بانه ماشي انت اللي, خص... اللي عندك الحق انك تحكم على عليا والمهنه ديال الكوتشين أه انا بحالي بحال استاذ جامعي عنده حتى هو لي كليون ولا عنده الزبناء ديالو اللي هما التلاميذ فأتى انا عندي الزبناء ديالي هما اللي عندهم الحق انهم يحكموا عليا وانا من الواجب ديالي انني نلبي الحاجات ديالهم ولا نجاوب على التطلعات ديالهم ياك هذا هو اكزاكتوم فعلا وانا كنجاوب على واحد الحاجيه واحد الحاجيه عند واحد الزبون باش نهضر بالعربيه عند واحد الزبون اللي مستعد انه يخلص لي عليها انت كتجاوب على واحد الحاجيه اللي شنو هي لانك خدام مع الدوله وعطينك عطينك واحد الستاتيو ديال الاستاذ مم. يعني انا عندي وانا ما قلتهاش اليوم ما بغيتش ندخل معاه فيه. انا عندي الامتياز يمكن احسن منك عرفتي علاش حيت انا داخل لو مارشي اللي فيه لا كونكورنس في المنافسه ما مم. مم. مفروضش على دراري في الجامعه وكنشد 26 ميل وكنقري سبعة السوايع في السيمانه وكنقمع في البشر وكنبيع عليهم الكتب ما بغيتش ندخل معاه في هاد الحيتيات <applause> حيت كون كنت كون كنت زعما واصل ما غيكونش عندك لو جوجمون ما يكونش عندك الوقت باش تكومونتي ما عندكش الوقت باش تكومونتي <applause> وما يكونش عندك لو جوجمون لو جوجمون حيت الناس اللي كيجوجي ما عندهم ما يدار كون <applause> كان عندي ما يدار انا عندي بورتابل هذا اون سيبوز وانا ما عندي ما يدار شفت سليمان وما عجبني سليمان تي كخوا انني غنجلس غنبدا نشاتي مع سليمان انا راه عندي ما يدار مشغول غنشوف سليمان ما عجبنيش جو سويب جو ندوز لحاجه اخرى ندوز مادام دخلتي كلشي يعني عندك آه كل الوقت وفاقسك شي كوتش فاقسك شي حاجه ضرك <applause> شي حاجه اللي خصنا نخدموها يا <applause> المهم <applause> <applause> صراحه القضيه اللي قلتي لانه كاين بزاف ديال المهن خصوصا الوظيفه العموميه كتكون مضيطه شي من الواقع حيت انت انت كبروف تخلص تخلص ولكن كوتش الا ما درتيش خدمه مزيانه ما غتخلصش وغتبقى الدور يمكن وغتبقى الدور وغدا غدير شي حاجه اخرى داكشي اللي كنقول لك اللي كنعيش منها عارف ستان ستان بون كوتش اللي عايش منه مده طويله ماشي عايش منه م. في الصيف ولا في شهرين مده طويله واحد مده واحد فوق عامين ثلاث سنين يعني السيد راه ناجح في الشيء اللي كيدير يا يعني انا ندوز لواحد السيجو اخر اللي قريب شويه للكوتشين اللي هو ديفلوبمون بيرسونيل التنميه أه البشريه ولا تطوير الذات ولا كاين بزاف ديال السميات وعليه بزاف هذا الدومين هذا عليه بزاف ديال الصداع شنو هو التعريف ديال الديفلوبمون بيرسونيل واش انت كتفق مع مع داك الشيء اللي كيتقال في الديفلوبمون بيرسونيل ولا لا دابا قلتي مفهومين كاينه التنميه البشريه والتنميه الذاتيه التنميه الذاتيه هو الديفلوبمون بيرسونيل ديفلوبمون هوماه ديفلوبمون بحال ما داكشي بالك التنميه البشريه المبادره البشري. آه. المبادر الوطنيه للتنميه المبادر الوطني البشريه هذيك هضره اخرى إيه غير هو التنميه البشريه هو المعروف عموما حنا فاش كنهضروا دابا التنميه البشريه اللي معروف عموما ماشي هو هذا التنميه البشريه الا مشينا زعما بالديكسيونير التنميه البشريه بحال ديك المبادره الوطنيه دي بحال هكا انك تعاون الناس انهم يفلقوا في الشغل اعطيني التعريف اعطيني التعريف ديالك دابا كنسمع انا الصحافه وكنسمع بزاف الناس كيهضروا على كيخلطوا بين التنميه الذاتيه والتنميه البشريه التنميه البشريه شنو فيها؟ فيها التعليم فيها التعليم فيها الصحه فيها تنميه المدخول الفردي البيبي هذه ثلاثه الحوايج هذه هي المبادره الوطنيه ديال سيدنا الله ينصرون اندياش التنميه مم. البشريه التنميه الذاتيه هو اللي كندير انا وياك دابا التنميه الذاتيه هو اللي فيها لي سكيلز هو اللي كندير انا وياك دابا كيفاش نخدموا دماغنا كيفاش نكومينيكيو التنميه الذاتيه

علاش ديتي البي ان اه... ال لي بنوز كلشي فين غادي كاملين لي طونواغ ديالهم اللي كبير وغادي غادي يطيحوا فيه في ثلاثه الكلمات سي بوسيبل اتس بوسيبل لا شي واحد دارها تقدر ديرها جو بو اي كان ممكن ممكن واقدر اقدر انا عندي لي كاباسيتي عندي البوتونسيال وكنستحق كنستحق نوصل لهذه القضيه هذا هو شدينا دابا فرقنا بين هادي وبين هادي وهنا ها فين كنطيحوا هاد ثلاثه تلمس خصهم يكونوا عندنا باش ندخل انا في ديك التنميه دي الذاتيه ديال راسي في داك الشيء اللي بغيت الا قلتي ممكن ونقدر واستحق غتمشي قلتي ماشي ممكن ماشي ممكن يا واخا ما كتبلك شديد يا غندير عاوتاني شويه في محمد الشيطان ما كتبلك شديد تقدر تكون شي حاجه توكسيك أه واحد اللي مثلا باقي باغي يولي رائد فضاء هو أه عند... ولا بغي يولي مثلا قصير وباغي يولي لاعب كره سله باغي يولي بحال لي برون جيمس احسن لي انه يكون شويه يكون واقعي حيت هذه بزاف ديال اللعيبه نتاع التنميه الذاتيه كاين فيهم شويه ديال الديتاشمون من الواقع وكاين بزاف ديال الناس كيقراو كتوبه ويتبعوا لي كورس ان مع الوقت كيلقاو راسهم في واحد الحاله كفس من اللي كانوا فيها قبل واش ما كيبالكش ان هذه اللعيبه هذه تقدر تكون توكسيك هو شوف راه قلتي واحد الكلمه كيدي من الواقع انا كان... انا كنطالق معك من الواقع ديالك. ودابا يا دابا انت فاش قلتي 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 اذا كان شي حد دارها نقدر حتى انا نديرها كي شحال من حاجه داروها الناس وما تقدرش انت ديرها. فعلا 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 انا كنطلق من الواقع ديالي دارها دارها اون غاد... سيبوز شحال ديال الناس اللي مشهور مع المقاولة وإيلون ايلون ماسك. يس واش انا 46 عام نقدر ندير الباركور ديال ايلون ماسك امبوسيبل بدا في 16 عام دار اللي تي دوي دار لا سوسيتي الاولى ديالو في 18 عام باع باي بال دار سبيس اكس دار بزاف د الحوايج دايرون اكسبيريونس وكان في واحد لونفيرونمون اللي عاونو ياك متفقين متفقين يوم ولكن انا نقدر ندير ندير نجاح ديال طارق المليح في هاد الدومين اللي فيه انا اللي فيه انا ما غنديش سبايس اكس وما غنديش تيسلا وما غنديش كذا ما عمري غنكون انا نفس الشيء ولكن نقدر انا وكان امن بانني في الدومين ديالي نقدر ندير واحد النجاح باهر امم شفت واحد دارها ولكن مايمكنش نديرها واش انا يمكن واش انا ممكن نخلق فيسبوك ما يمكنش ولا ديتي مارك زوكربيرغ ورجعتيه 30 عام هذه وقلتي لي خلق مارك خلق فيسبوك كن على يقين ما غيخلقش فيسبوك يخلقش يعني شي حاجه اخرى لان كونيكتين دو دوتس خلاته خلق فيسبوك كون رجعتيه ما غيرجعش ولكن نعطيوها مثال في ديسبري رجعوا وقول لي خلق فيسبوك غيخلق شي حاجه اخرى اللي غيسميها شي حاجه لان انتيليجون عنده الامكانيات عنده الفكره عنده بزاف بزاف الحوايج اللي معونه ولكن ما يخلقهاش مي انا كنستمد النجاح لان كنشوف واحد نجح ان يوما كي في كلكو شوز نعطيك باش ما نهضروا في واقع روجي بانيستير هاد لاتليت هذا ما معروفش سميتو روجي بانيستير سي لو بروميير اتليت الاول في العالم اللي اللي نزل على حاجز 4 دقائق في المايل المايل هو 1609 متر لي اوروبيان كيقولوا كيلومتر 1000 متر لي امريكان كيقولوا المايل 1609 متر دايور لو ريكور ديال المايل راه باقي عند الكروج هو ديال 1005 mm. باش تكونوا ولكن اول واحد نزل على 4 دقائق هو روجي بانيستير امتى نزل 27 ديسمبر 58 قبل منها الهومانيتي كامله شنو كانت كتقول؟ كانت كتقول oh, الهومان mm, mm, امبوسيبل mm. باش ينزل على اربع دقائق. العام mm. اللي من بعد روجي بانيستير، شحال من واحد نزل على اربع دقائق؟ نزلوا 27 واحد. 27 واحد يعني. mm. علاش نزلوا؟ لان واحد دارها. Mm, mm. لا واحد دارها والاخرين تا هما خصهم يترينيو ماشي يكون جالس الكانابي وشيبس ويقول لك غنديرها، لا، يكونوا ديزاتليت. اي بوف لافيغ. Mm. ايلون ماسك دار هذا هادال... الباركور غدا يجي ان امريكان ولا هندي كي فا سانسبيري من الباركور ديالو ويكون في نفس الظروف غيدير شي حاجه اللي وعر من من ايلون ماسك تمام هو غير ديك الكاب صراحه ديال انه كيما كاين واحد هنا واحد الخط رافع اللي نفسهم يردوا منه البال انك راه ماشي ممكن دير اي حاجه ولكن ممكن دير بزاف د الحوايج اللي ربما انت حاس انهم مستحيلين هذا هو الخط الرافع اللي خصك ترد منه البال ديال انه ما تكونش من الواقع بحال بحال شكل المنتخب ما تقولش الله غادي نربح وغتمشي هكاك وغنحل اللعب ونبدا نهاجم وندور كره كون واقعي ولكن في نفس الوقت يكون عندك الطموح انني يعني ممكن يديك على واحد النهار ربما ماشي دابا كي من بعد دونك اي ثينك بحال هذا الخط الرفيع هو الناس ما كيردوش منه البال كاين بزاف ديال الناس اللي تيقول لك ديفلوبمون بيرسونيل ولا اصلا ماشي غير ديفلوبمون زعما دي. الطموح اصلا غير تخربيقه دونك ما نقدروش نديروا حنا مغاربه حنا فقراء حنا ما دوله العالم تاليش وكاين ناس عاوتاني من الجانب الاخر اللي كيقول لك انا نقدر ندير كل شيء وندير هذا ومشكله هاد الناس هما انهم فاش كيتقاسوا خصوصا كيت الدراري اللي باقيين من جون كيتصدموا شويه بالواقع كيرجعوا كفس كيرجعوا حاقدين بزاف هذا هو الخط الرفيع اللي خصنا نردوا منه البال هو هو هذا راه جوج الحوايج نشوف مشتي... على قصص النجاح شتي جوردان تايجر ووت هادو هادو ما عمرو ما عمرو ربط راسو انه خصو تيحقق الحاجه عادي يكون ناجح لا. كان عندو مش ولا كان عنده الكراوس ما ينساش ماشي الفيكسد ما هذا اللي غيحقد ولا غيعود متشائم ولا ما يبقاش عنده طموح هذا فيكسد مايند الا ما درتش الطوموبيله الفلان فلانيه انني ما ما درت والو الا ما وصلتش لو ستاتيو الفلان فلاني انني ما عشتش فيكسد مايند سيت الا ما وصلتش لهادي راني والو الجروث مايند سيت شنو كيقول كي لك كيقول لك انا كنتعلم اي ليرن شابون اي ليرن اي جروث انا اليوم احسن من البارح تو سي بوركو حيت انا اليوم معاك وانا كنتعلم منك وهاد لي يعني اليوم تزادتني شي حاجه مم. انا اليوم احسن من نهار الخميس حيت صافي 24 ساعه وانا ما كليت والو غير كنشرب كنشرب لي تيزان ولا كذا دابا مع الوحده نكون كملت 24 ساعه ما كليت حتى حاجه صوليد شربت على الماء بايو درت 14 ساعه ديال ديال جون سيك ما شربت ما كليت ما والو وفقت الصباح شربت الحامض كنشرب على لي تيزان وما ناكل حتى لورا الوحده ويمكن كاع قبل ما ناكل انا تريني يعني جو سوي دون لو جروت مايند سيت انا كنزيد القدام بداي باي داي وكنزيد القدام ما كنرتبطش بحاجه وحده الا موصلش أه ما وصلش ليا راه ما درت والو اه لا ما درتش لو ميم شي ماك ايلون ماسك وكنت في 30 عام عندي الفيلا وعندي الطوموبيل ولا ما درتش بحال سيمو لايف مشيت لتايلاند وكذا صافي حياتي راه ما مزيانه شنو انا حياتي مزيانه وانا باش غنعرف حياتي مزيانه انني كل يوم كنتحسن وانا اليوم احسن من البارح ولو بشي حوايج بساط ما كانوش انا احسن ب 10000 درهم في جيبي ما نربطوش كل شيء ماده واخا الماده ضروريه فلوس مزيانين ولكن انا غادي في الطريق ديال النمو طريق التطور وغدا غنفيق الصباح وغنجري 21 كيلومتر لان باش نحسن من الكونديسيون فيزيك ديالي وان شاء الله في راسي ونوجد راسي لا فورماسيون ديما عندي الامان وديما كنزيد القدام ما انا ما وقفتش هكا هذاك اللي غيقول انا آه خصني حتى نوصل لهذي عاد نكون سعيد هذا فيكسد مايند سيت نهار غاتوصل ليها غاتجيك لا ديبرسيون امم هو صراحه فيكسد مايند سيت وجروث مايند سيت جايه من جايه من واحد الكتاب ولكن دونت ما م... عرفتش ذاك الشيء اللي كانوا واعيين بها في الكتاب حيت ذاك الكتاب نتاع مايند سيت بسايكولوجي اوف سكسيس كتقول لك انه فيكسد مايند سيت كارول دويك كارول كارول دوي كتجيو كان فيكس يا يا كتجيو كان فيكس المايند سيت هو ان الناس كيقول شوف انتا... كي انت انت فيكسد انت راه صافي اما ذكي ولا ما ذكيش تولتي عندك واحد لي كاباسيتي ما تقدرش تكروي الجروث <applause> <كسو> مايند <applause> سيت انا كتقول نقدر نتعلم بزاف د الحوايج ونقدر ان... نمو القضيه ديال انك تربط السعاده ديالك بواحد القضيه لا اعتقد انه شيء هذه هي الفيكسد المايند سيت ميبي التعريف ماشي ماشي نفسه ما عرفتش Il a observé, professeur psychologique Stanford, il a observé des crèches où les enfants qui réussissent beaucoup de choses par rapport aux autres, où il a développé la théorie du fixed mindset ou gross mindset. Le fixed mindset, c'est ce que je veux dire, mais qui est-ce sérieux? لما جبش 20 لما درناش هذا البودكاست واعر 100% ما راه ما حنا ما انا وياك حنا ما خدمناش فهمتي ولا لا الكراوت مايند سيت درنا هذا البودكاست نتمنى انه يعجب الناس ويستافدوا منه وكنتمنى زعما هذا هو الهدف ديالي وما عجبش الناس وكل شيء صوات شنو غيوقع كاع ما غيبقى والو حنا المره الجايه نديرو شي بودكاست حسبنا هذا ونديروها بالونجلي سيدي يلاه ما ديك الصح يبقى الكريتيكول فينا قلنا كتهضروا لغه ميريكان ولغه داكشي فينك سي بحال هكا واخا نتو كاع واحد الكونسيبت اخر عليه بزاف ديال الجدل اللو اوف اتراكشن لا لوا داتراكسيون او ما يعرف بقانون الجذب واش عندك شي فكره على هذا القانون هذا وشنو باش يبان لك فيه انا كنحاربوا هذا القانون هذا والله الا كنحارب انا انا ديفونت بهاد القضيه هذي سيستم بيليخ ستيل دي شنو هو بقى شنو هو بعدا قانون الجذب شنو هو نصرحوا للناس شنو هو قانون الجذب قانون الجذب كيقول لك الا فكرتي شي حاجه غتعود تشوفها بزاف د المرات وغتوقع لك في حياتك سا سي سا وحنا خديناها بزاف لي كوتش وبزاف الناس خداوها على انك فكر وستنجح هي نابوليون ايل ريفليشيسي دو ثينك اند جرو ريتش مي ما كيقولش نابليون خمسة إيه وعشرين عام ديال المعاناه خمسة وعشرين عام ديال المعاناه ما, ما, ما عرفش فين كينساو الناس بزاف الناس كيستشهدوا راه قرينا نابليون هي إيه قال كاع داكشي اللي كتب زعما وكنا فاش انا صراحه انا, أنا بروني كيبان لي بحال الكورو ديال كينصب على الناس زعما فاش كتب الكتاب ما كانش ريت راه ما كانش لاباس عليه فاش كتب هذا هو المشكل هو ما كانش ريت يعني وكاين واحد الكتاب كامل تبنى على ديك الاطروحه ديال انه تلاقى مع كارنيجي وكاين واحد البيوغرافي ديال كارنيجي تيقول ما عمرو تلاقى يعني ويا راه غير وهذاك نابوليون هيل في البيزنس وكاين البيزنس كاع اللي دار قبل م... قبل من الكتاب قبل من الكتاب كانوا يا اما كيساليو بدعوى قضائيه بدعوة نص يعني ما نص ولا كتسدو بدعاوى ديال النصب والاحتيال يعني المهم دعاوى قضايا النصب والاحتيال ولا عنده مشاكل في تسديد الديون زعما ما كيكونوش بروفيتابل وتيعلم الناس كيفاش تقول ريت المهم هذه شويه تناقض في هذا دابا انا كنامن بهذه القضيه هذه زعما فين الناس كيقراو غير فليشي سي دوفوني ريش ثانك بي هريت اند جرو ريتش اند جرو ريتش يلا اوكي okay. فين فين خليت واحد 25 عام ديال المعاناه اللي فيه اه اه ما دار فيها والو كان بريسك اومليس اس دي زعما ما بانش لك انت هذه القضيه بانت لك عاقل قريتي كتاب وغاتريفليشي زعما خصنا ناخذ الامور بواحد المنطقيه بواحد لا لوجيك بواحد ان لا لوا داتراكسيون انا كنضحك معاهم كنقول لهم دون لا لوا داتراكسيون الي اكسيون دون لا لوا داتراكسيون على فان الي اكسيون راه لا ما كانش العمل ولد عمي ولا بنتي راه ما كاين والو <applause> راه ما كاين والو ما خدمتيش راه ما كاين والو راه مش ممكن مش ممكن انك توصل لواحد الريزولطا وانت ما خدمتيش عليها راه ما كطيحش من السماء راه ما كطيحش من السماء راه ماشي غادي وغتلقى راه خصك تخدم راه يو شود اند يو ماست توليريت تو لوك باد اند تو فيل باد خاصك تمشي لديك لا ديسيبلين ديال الخدمه غدا <أخنجلي> ملي غنوض انا ما غنجريش وانا 21 كيلومتر وانا فرحان وكلشي غنجري وانا كضرني ركبتي وكيضرني المولي السفل البرد في صباعي دابا الحال بارد صباعي كيبردو كنصبر على هادشي باش ملي كندوش اه المتعه ديك الساعه كيجوني لي زوندورفين لي زورمون دو بونور دوبامين وي مي لا لو دو تراكسيون بولشيت كيكذبوا على ضعاف النفوس عفكر وغدير كاين شي حاجه <مم> فكر وغدير فكر ودوز العمل يا <أكدرج> يعطي واحد النهار كنا في واحد البريزونطاسيون عند واحد البنت هضرات وقالت لك لا لوا تراكسيون سي كوم لا لوا د غرافيتي عند انا فاش سمعت هذيك صراحه صحت زعما تقلقت لواحد الدرجه ما يمكنش عند قلت لا قلت لا بقينا تنهضر قلت لا زعما لا لوا تراكسيون تقدر تبروفي انا هز انا ستيلو غنطلقو غيطيح كيفاش تقدر تبروفي لي لا لا زعما لا لوا ديال غرافيتي <تضح> تقدر تبروفي خدام تهز ستيلو كتطلقو قلت لا لوا تراكسيون كيفاش تقدر تبروفي انا نقول كي لوا وكي كادير تبروفي كان شنو كناخذو بحال هاد اللعيبات كيف هي بقات كتاخذ سام كيسز هذا مثلا ما عرفتش هذاك اليو اف سي ماكغريغور هضرات على اوبرا وينفري وانا قلت لها راه نجيب لك 700000 الف اكزومبل ديال الناس ما عمرهم فكروا انهم يديروا داكشي اللي غيديروه هو شي حاجه اللي هي نجاح مثلا ايلون ماسك ما كان عمره عمره فكر انه غيدير سبيس اكس ولا كان عمره انه يدير تسلا ولا ستيف جوبز باش كيتقرب بيوغرافي ديالو ما كان ما عمره فكر انه يدير تريليون دولار كومباني ودارها في الاخر سو so <applause> هاي هو الاكزومبل هو الكونتر اكزومبل صراحه المشكله دل... بحال هاد لي لوا هو انه ما كتقدرش تبروفيهم وفاش ما كتقدرش تبروفيهم الا الى طحتي تار... انت في انت كتلوم راسك انا اللي ما فكرتش مزيان ولا اللي ما كنتش متفائل بزاف ويني عاوتاني في نفس الوقت كاين واحد الخط رفيع بحال الشكل ديال ديال ديفلوبمون بيرسونيل هو انه ماشي ما كاينش الوضع ديال خاصك كنتي ما خدامش متفقين هو غير وهم ولكن في نفس الوقت خصنا نكون متفائل يكون انه كاين واحد الحاجه اللي واحد البوزيتيف ثينكين اللي عنده واحد الدور ديال حيت الا قلتي انت بادي شي حاجه كتقول اه لا ما غاديش تنجح ما غاديش فهمتي ما غنديرو حتى حاجه حتى هي ما ما غتخليكش دير لاكسيون بواحد لانتونسيتي ولا واحد الشيء اللي غتخلي انا داك الشيء اللي كدير ينجح ولا انه يحقق داك الشيء اللي انت باغي دير كل شيء على التوازن صراحه كاين واحد ال... كاين واحد الخط رفيع في هذه اللعيبات هادو من هنا من جو لي كابي اي كي بيرفورمانس انديكاتورز لي كا بي اي واش انا كنتحسن يوميا ولا ما كنتحسنش ولا ما كنتش كنتحسن حيت ماشي ديما تكون كتحسن كتسول راسك علاش كتشوف راسك واش غادي فين غادي واش ما كتوصلش هما لي كاين لا لو دو تراكسيون انت درتي ليماجيناسيون انت شتي راسك واخويا صافي شتي راسك داكشي اللي بغيتي وشتي ديك الطومبيله الحمراء الزوينه اللي كذا اللي بغيتي وكلشي كتسوى خويا ديك الطومبيله الحمراء فيراري كتسوى 200 مليون شحال ديال الوقت اخويا باش باش تعدى ديك لا فورتون باش تكون عندك ديك الطومبيله الحمراء تقول لي اربع سنين يعني كل عام تدوى ابتغنيه ساكونت 500 مليار 500 الف درهم خويا غنبداو معاك كل سيمانه غنشوفك شحال كتايبارني واش انت غادي في الطريق باش <applause> توصل ليها ولا سي جوست اون فيو ديسبري وغاتوصل ديك الفيراري راه ما غاتوصلش باش نكونوا واضحين الا ما نتيش ايبارنيتي ما نتيش خدمتي وبارفوا ملي غنجلسوا انا وياك انا جلست انا وياك السي سليمان قلت لي بغيت فيراري ونقول لك اخويا شحال كتشد في الصالير كيدولي 12000 درهم كنقول لكم المهم ب 200 درهم المهم لا شريتي اوكتافيا راه مزيان <applause> راه ما قد تقول لي لا لا انا على الوضع تراكسيون لا دو بلا 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 بلا, بلا واخا نقول لك مزيان واش مستعد دير شي خدمه اخرى من غير هادشي اللي كدير فيه شي بيزنس شي كذا لا انا ما مستعدش أه عندك شي ورث لا ما ما عنديش ورث هالوات هذه ما تكتب هالوات حاجه ولا حاجه بعد اخويا تمشي دير ان بيزنس واحد اخر دير جو دي نيمبورت كوا لي كوميرس طيح على شي فكره دير دروب شيبين تكري شي حاجه دير شي حاجه ان ديماند في الانترنيت دير ان كور في ايديمي وتبيعو يصدق شي كور د الفريع يجيب لك دي مليون ديرهم تما نقول لك وي مي فيراري وانت كتشد 12000 ديرهم مي زعما راه غتوحلها في البنو البنو ديالها غتوحل فيه فهمتي ولا لا عارف كل والله تيت بحال هكا السؤال اصلا واش باغي انت فيراري عاوتاني بهذه في الفلسفه عاوتاني مش كتسول عاوتاني علاش باغيها اصلا لما انت تبني حياتك كلها انا المهم غا يخلص ليا لا سيونس نرجعو للواقع بغا يخلص ليا نرجعو للواقع ولا بغى الفيراري نقول ليه اش خصك دير باش تكون عندك فيراري مي بهذه الخدمه وبهاد الصاليق ما تشرش فيراري ولدي <applause> يا واخا انت اصلا او ثاني كت... كت... في راسك فين كدين انيماتور ديفينمون شنو كان عندك هذا Elle dit, je dis, elle dit, The il y a beaucoup d'entreprises, elle dit, tu dois nous animer des événements. Ça la parole pendant une journée. Mais des gens, des multinationales, M. Wehrheit, des multinationales, elle dit, tu dois modérer et animer des journées à thème. je fait ici, j'ai animé plusieurs journées à C'était bien. Le thème, mm. je dis n'importe quoi. Là, on ne va pas dire n'importe quoi. On va dire <laughs> un exemple. Et un leadership et, et comité de direction. Mm. C'est une journée à thème. J'ai animé cette journée. Mais si elle a un leadership, ou laquelle elle mm. a un leadership, ou laquelle elle a un travail, que Jandis Liman, tu es directeur euh, euh, de DECI. Donc, Sliman, c'est quoi le leadership pour toi, Filip Parle-moi des actions. On ne cherche que tu de la parole. Un à j'anime avec toi. Je montre la journée avec toi. Et après, quand j'ai les chiffres de l'entreprise, quand le carnet finissant là, quand a le CEO de l'entreprise qui est la meilleure il prend la parole. Il dit journée à thème. Il dit un effet réel, ça. Mais je suis juste du bluff. Parce qu'animer de débat tu vois là Des débats. On marque animer des débats. وي وي كان انيميست دي ديبا أه دي ما كنهضرش بحال هكا فهمتي ولا لا انا كان مم. انا كان عود في فهمت آه كنت فهمتي ولا لا يكون عن بحال عندي عندي با, عن با فلون سي جي واحد جي ربعه وكل ربعه ولا خمسه وانا كناخذ لا من عند هذا كنشرح انا اش قال هذا كنعاود نغو كنهضر بالعربيه كيما درتي دابا انت كان هو هضر بالفرنسيه يقول لي واش هذا الشيء اللي فهمت غنعاود نشرحه دي جورني لا لا كاملين

أني مثلهم شي 3 ديبا بيناتهم هما دوفون لي سالاريي ولكن كنبقى انا محايد ما كنعطيش الراي ديالي كيفاش تبقى محايد في مثلا بيبليك ولا مثلا في شي ديبا تقدر يكون عندك شي راي كيفاش تبقى محايد إيه مثلا تعطي الوقت لرأي الاخر مثلا إيه لا كاسكيت باش كندخل لا كاسكيت واش انا معايا اللي هي كوم فورماتور كوم كوتش ولا كوم انيماتور ديال ديبا انيماتور ديبا كنخلي انا الكاسكيت ديالي انيماتور واخا الفكره ديالي الفكره ديالي بار كتكون مخالفه لذاك السيد. امم راه عندي انا ما نقول بحال دابا نتاع اللواذ جرافيتي اللي كتقول بام طاح ستيلو، واحد كيقول آه. لك لا راكسيون راه سي بخوفي راه را را كذا آه. وي راه الرسول ملي كان في الخندق في كذا ملي حفر راه شاف القيصر وشاف هذا وكذا وشافها 20 عام قبل. ما انا ما كاين انيماتور ما كنقدر نجاوب والو. امم انيماتور فريمون ما كيقدر نجاوب والو مي الا كون كنت انا كوتش ولا انا بارمي لي بارتيسيبون كنقول واش غتقرا راسك سليمان ولا طارق مع الرسول اش قربك انت هذا كاين كاين سليمان اش كتنزل لك شي حاجه على شي لا اش كت نقارنوا الاشياء نقارن سليمان مع طارق سليمان مع منير طارق مع عبد الرزاق فهمت ولا لا بقاو في هذا ما تقارنش راسك مع مع ايلون ماسك ولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوقع برد مي ملي كتكون انيماتور <تضحك> ما تقدرش انيماتور ما تقدرش ما تقدرش حيت غتهرج شوف كاس سي دوك لي بيغسون غير دخل انت خاصك تكون مستعد انك تدخل وفي نهايه المطاف ما تخلصش دور المهم في الاخر ما غاتخلصش اللهم كتفيغ بطاكيل تفيغ بطاكيل تفيغ اوكي واخا انا نرجعوا شويه للماضي نرجعوا شويه الوقت للور كاين واحد ال... كتمشي انت انت من خريبكا كنتي كتمشي لكازا في الصيف في يومات القرايه وكنتي كتخدم في البني وواحد العام كنتي كتبيع الكارو آه ديتاي طيب. عام واحد عام واحد عام واحد, واحد. واحد. <applause> انا يا كاين واحد لي بوان في هذه القصه معايا انا عندي قصه شخصيه مع مع الخدامي بحال هكا اند آه يا yeah. آه. ما عرفتش كيفاش ليكسبيرونس زعما شنو علمتك ديك الاكسبيرونس ديال تخدم في البني وتبيع الكار و اي ايكوت أه والله الا والله الا يمكن ما كانت مدرسه حياه زعما وانا ما... قلتها حتى انا مستعد انني فخور بها علاش فخور بها؟ لان تعلمت منها شي حوايج اللي اول حاجه اليوما ما بقاش كيخلعني الانسان ما بقاش كيخلعني ماشي انا ما كنخافش ولا حتى كاملين بحال بحال مم. يمكن تكون أه تكون سيو ولا تكون خدام في البني مع احترامي الناس كيخدموا في البني زعما مهنه شريفه كيما تكون تبيع البصله ولا الخضره كل شيء مهن كل شيء كيقلب على رزقه يعني حنا اون سو دي كنبقى نعاود واحد ليستواغ انا واعر انا مزيان انا والله الا حنا بحالنا بحالنا بحال ديك الدوده بحال داك سرق الزيت بحال داك الكلب بحال داك المش كتقلب على لانتيغي ديالك كتقلب تاكل وتشرب تقلب على السعاده ديالك والراحه ديالك غير حنا عندنا شويه الوعي اللي هو النيو كورتكس هذه القشره المخيه الفوقانيه اللي كتخليه تو راكونت دي كتخليك تقول انا انا احسن الله الاخر تو كومباغ وكل شيء مي اون فان غتقلب على ترامب غتشوف ترامب اللي كان بريزيدون مع احترامي لاي شخص قلت له هو عنده مخاوف حتى هو كيقلب ياكل ويشرب كيقلب على الراحه ديالو كي... هو كيقلب عليه بواحد الطريقه اللي ماشي كنقلبوش عليها حنا يعني الانسان بحال بحال هذه كانت تجربه عظيمه ان الانسان بحال بحال وغير حنا اللي البنايا ضحكم خايب البنايا دايرين كا دي جوجمون دي جوجمون دي جوجمون يا يعني انسان مسكين تا هو كيقلب على رزقو باغي يعود معلم كيتخلص ذاك الوقت المتعلم كيتخلص ب 50 درهم 60 درهم دابا كيتخلصوا يمكن 100 درهم عم تعلم اللي كيهزوا كذا انا حتى <applause> انا كنت كنخلص ب 60 70 درهم ملي كيعود معلم كيعود يتخلص معلم يعني بحرفه في يدو كيعود يتخلص 150 درهم الا عاد شي حاجه اكسبسيونيل في يدو كيعود يتخلص ب 300 درهم من النهار ولا 400 درهم وهو غادي والحلم ديالو يمكن يمشي يخدم في السعوديه ولا في, في قطر في البني لان كيدير كي كيدير الكابس ولا كيبني كي بواحد الطريقه ولا كيعرف كي يصاوب الدروج يعني قد ما طلعت لا كومبيتونس ديالك قد ما الثمن كيطلع كله كيقلب على رزقه، وهذه كانت جريبه زعما، وتا الانسان اللي كيبيع كيبيع الكارو ولا كيبيع الهنديه، كيبقى انسان كيقلب مسكين على رزقه، وعنده اهداف ديالو، بسيطه، شخصيه، ناس حلاوه العيش فهمتي ولا لا؟ الكاميله كطيب فهمتي ولا لا؟ مع البنايه، ميلاك كطيب، وتمنيه الخبزات، وواخا ما عندهاش المذاق كتاكلها لان المجهود العضلي، وكدوز النهار ضاحك. كنت كندوز نهار ضاحكين اكثر من انني كنت في دي ميتي ناسيونال الناس بوسطاء والنكات والضحك ويعاود لك شي نكات في الصين وكاين اللي فيه الشداد كتعيش شي حوايج واحد النهار هذه اختي عاودة هي واحد النهار واحد الشيفور كان معنا الله يرحمه الله يرحمه الشرقي و... وكان غادي في الطريق ولقى واحد القنفود والقنفود ملي شاف الضوء وقف ما بقاش كيتحرك وجاب القنفود جابوا لنا جابوا البلاصه اللي كنعيشوا حنا كاملين ف... في <applause> ذاك <applause> ذوك ال... البراريك اللي كنا عايشين فيهم جابوا القنفود وقال لك غنديروا شي 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 جميله على القنفود <applause> <applause> ودابا دابا انا <دباحت> وياه هو ذبحو <applause> <applause> دابا خصنا باش نحيدو ذاك الشوك ديال القنفود هو من رجليه من تما وحنا انا شديته من رجلي بدينا كنحكوه على <applause> الارض ملي كنحكوه هو مذبوح بدا كيغوت وديك البلاصه اللي كنا فيهم يهربوا الناس كاملين قال لي كتجلد فود بالسكون <applause> <ده ليه. تصفيق> <applause> وما اعتقناش فهمتي الا قطعنا لي راسو حيدنا الجلده ودنا عليه دنا عليه الزميله وانا ناكلو انا الشرقي دابا راه مات الله يرحمه كليتونا نهار الشرقي وكلشي وكيبقاو كيقول لنا كليتو مجنون وانتم ما كتسموش كنا حنا ناكلوا بنادم ما ناكلوش غير كنفود عجبتو الكنفود ديز ديزيستواغ عشت انا ديزيستواغ واعرين فهمتي ولا لا وهذا خلاني انني خلاني جو بو كوتشي دي جون لان شفت شي حوايج اللي فواحد الحياه اللي صغيره ماشي طويله ما عندناش شي حكمه ولا ما عندناش جم... ولكن شفت شي حوايج زوينين كانت تجربه جميله جدا امم بزني صراحه بحال هاد اللعيبات كيعلموك التمار زعما تيعلموك ان الخدمه بشي حاجه اللي زوينه وكتكون بلاكس فاش كتضرب تمار كتكون فرحان مقارنه بانك تجلس وتبقى ناعس انا انا اي كان ريليت علاش انا كنت صغير واخا ما كنبغيش يعني نهضر على الشخصيه ديالي مي انا فاش كنت صغير انا ما درتش البني صراحه كنهز كارطونات ونعمرها بيمو حيتاش حيتاش افران مدينه سياحيه بيمو بي باس و آه بزاف لعيبه آه باش على الناس وكنبدا نبيع اند آه هذه كانت واحد التجربه اللي في شكل زعما صراحه كتعلمك داك كيف كيفاش تهضر ما كيفش تعامل مع زعما كيفاش تتعامل مع الرفض ديال واحد ما يشريش من عندك آه وتلاقى مع ناس بشكل ناس من مدن اخرين عند آه كيفاش تبيع كيفاش تقنعو انه يشري من عندك ويشري من عندك اكثر كنت كنبيع نفاخات زعما واحد الاكسبيرينس اللي, اللي وده يا كنبقى كنستمر مع راسي تنقول الخدمه ماشي عيب زعما تنقول دابا زعما انا قريت ودزت وكبرت وهذا تنقول واحد النهار الا اضطريت زعما الا وقعوا مشاكل زدنا في شي ازمه اقتصاديه الخدمه ماشي عيب زعما كان عندك ذاك الجوج مونديال ان واحد اللي خدام في البني ولا واحد اللي تيدير شي بنت المرا اللي, آه اللي كدير الميناج ولا اللي تيدير الميناج ولا ما عرفت شي واحد اللي كيدير شي خدمه خدام في قهوه تيبيع الملوي ولا تيبيع مسمل اذا آه 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 كان عندك ذاك الجوج مونديال ان هذوك خدامين ناقصين ولا طايحين فاش غضطر انك ديرهم غتبقى تشوف راسك واحد النظره دونيه غاتشوف راسك انك انك بحال طحتي انك زعما راني ما بحال كنت فاشل في الحياه <applause> الوغ كو هذيك راه مرحله زعما هذاك اللي خدام في قهوه الا كان عنده طموح يقدر يكون احسن من واحد اللي داز من ايكول دنجينير حيت هذاك اللي في ايكول دنجينير كيشوف راسو كيستاهل النجاح الوغ هذاك اللي اللي خدام في قهوه كيشوف راسو انه خصو يخدم على النجاح وغير بشويه بشويه يقدر يوصل لذاك الشيء اللي بغا و... وكاين ديزيكزومبل بحال دابا البني كنهضر عليه كيقول المغرب خايب وهذا كنشوف مثلا ميلود الشعبي كان ملياردير عند باش بدا بدا بالبني ما كانش ماشي ماشي كنيتو بناني ولا بدا بالبني عند بشويه بشويه حتى ولا ملياردير عند هاد اللعيبه صراحه مهم اننا نتفكرهم دابا ملي فكرتيني في هذه المهنه وهذا الاسبوع هذا الاسبوع عشت واحد <applause> القضيه خطيره <applause> كنت في, في الكابينيت كوتشين ديالي ومعايا واحد السيده قلت لها يفش... كيفاش قلت لها واحد العساسه هو تنبت واحد العساس قلت لي تنبت تما راه صبح نابت كنضحك مع زعما نبت تخرج واحد الجيل آه. على العساس قالت لي داك راه عنده واحد الاستوار خطيره قلت لها كاين الاستوار قالت لي ديك النهار تلاقيت مع مقا... كيه معاه كيهضر مع نسرين وكيهضر معاها بواحد لونجلي فلوينتلي قالت واش بصح تهضري وهي السيده اللي معايا في الكابينه اللي, اللي تي او يعني شفت العالم كتهضر لونجلي مزيان

always a story behind the story ديما كاين واحد الاستوار غير الاستوار ما, ما تحكمش على الكتاب من الغلاف ديالو راه كاين الداخل ديالو دابا السيد كبر في خيره ديال الميريكان كيهضر باللونجلي مزيان ولكن ما قراش وما عندوش طموح باش يخدم حاجه اخرى مسكين جا خدم على اساس ودار وليدات وخدم على اساس وكي خد على اساس ما راك عارف على اساس في المغرب شناهي يعني ما لقاش موجة دار جيلي وقف جوج دراهم ثلاثه دراهم كلشي غايدير mais que une histoire il y a une histoire humaine sans avec le jugement qui est Kiki ou le Smith le voile qui est ce mm. sont des voiles أنا, en a 2016 réellement on personnalité de l'année en 2016 initiative humaine et développement humain mm. l'État marocain il m'a choisi personnalité de l'année en de ils ont choisi la personnalité de l'année le sport, ou est La personnalité de l'année est le hack la gestion, ou le des trophées. En 2006, j'étais personnalité de l'année Initiative humaine et développement. Au sein je me définis avec le statut. Au sein de je vais tout Je vais tout faire. Je vais tout Je vais tout Je vais Je Je vais Je

راه <applause> 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 يمكن اي يعني بلو بـ... كو تو امن بي ملي كنشوف ان كافار كنقول شو هاد العفريت هذا والله تا دبر على راسو واكل وبخير ولا جات لا بومب اتوميك غيبقى عايش لو <applause> كافار انا جات لا <لابوم> اتوميك <applause> <applause> غيبقى عايش وانت راه توي فيني غابل لما تغطيتيش لما لبستيش عاد تقاشر البرد كيقتلك لك في صباعك توي فيني فراجيل واخا تكون عندك دي مليار كتشدك على الكحبه ان فيروس اللي ما باش وقف لومانيتي كامله واش داك واش داك الكوفيد وقف سرق الزيت وقف المشاش ووقف الفراخ وقفو قدامين وقف <تبه> وعايشين <أوه> <تبه> <وعيش> الحياة ديالهم عايشين من لا كريس لا من لي كرين لا من لا ريسيون لا من حنا و سيدي دي لي استوار راسنا بزاف لي <applause> ناري دابا الجمهور ديالك غيقول لك هذا كيكمي مزيان كيكمي شي حاجه والله كيكمي لا دابا لا دابا صح ما دابا مش انا صراحه كنفكر فاش نقول الحاجه اللي كديفيني بنادم واخا مره مره كتنجار في مورا داك ال... دوك اللي انا كنعقل واحد البروف كنت يقرا الله يسمح ليه وديما كيقول لك شوف كاين الانجينيور وشو التكنيسيان ديما التكنيسيان تحشم دي من الانجينيور مي راه هذاك التكنيسيان يقدر يكون واحد ما لي مالي زوين زعما اللي كي اللي كي, كي ايدونتيفي بنادم هما الاخلاق ديالو هما المبادئ ديالو الا كان شي انجينيور ولا معت دوكتوران ولا بروف إنيفرسيتير ولا ايفن معت اونتربرونور اللي خايب اللي كي ما كيهضرش مزيان راه مكيش كاينش الوغ كو يكون واحد العساس ولا هذا كيهضر مع الناس كيضع كيقول لك في في وجه اخيك صدقه لكن شي هذه هي كتشوفو كتفرح راه هذيك هذيك هي الدنيا وما فيها <applause> زعما هذاك هذاك السيد هذاك هذاك الشيء اللي كيديفيني ماشي ما شاء الله بغا عاوتاني ديال الفلوس هذاك ملياردير هذاك مليونير كنبقاو زعما بحال لا كان كندير واحد ليغشي تاع بنادم هذيك كتكون شويه صراحه خايبه حيت ماشي داك الشيء اللي كيدونتي بنادم حيت هذيك لو كنتي ملياردير واحد النهار تقدر تخسر وفي الاخر تموت الفلوس في البنكه زعما يقول لك كنتي مليونير نفس الحاجه يعني مزيان انك تكون ملياردير ولكن ما تخليهاش هذيك هي الهويه ديالك ما تحسش براسك احسن من الناس حيتاش انت انت ملياردير هذه هذه صعيبه صعيبه بزاف و... اكزاكتومون غادي <Exactly> غادي <مشن> نضيف لها <ما> واحد القضيه هو اشنو كدير نتا بوغ بوغ هاد لونتوراج ديالك بوغ لومانيتي بوغ لا سوسيتي بوغ تا اشنو كدير شنو هو الاثر شنو هو الامباكت شنو هي الانفلونس اللي كدير واش اون انفلونس ذاك لاكت اللي كدير الفعل اللي كدير واش هذاك الفعل كيخدم واحد الهدف اسمى اللي هو انك كتعاون وكتزيد وكتخلق القيمه المضافه ولا انك كتخلق الاحباط وكتخلق المشاكل حتى داك العساس ولا داك البناي عنده دور ديالو عنده واحد الدور ديالو كياديه اللي ما اداش الدور ديالو شكون اللي غيبني فهمتيني شكون اللي غيبني هذاك السيد اللي عامل النظافه اللي كيشطب الزنقه عنده ديالو راه لا لما جاش على السيمانه الزنقه غتعود زباله يا أمتى تيمناش انا هذاك يكون عنده طموح انا هذاك اللي بنى يقدر يشد شونتي ديك ما هضرنا قبيله على الشعبي كان بنى يشد شونتي هذاك البنى يشد هذاك عامل نظافه يحلم واحد النهار انه يولي هو المدير ديال ديك الشركه مثلا فهمتي زعما ماشي زعما ذاك الظرف ديالك ما خصوش ايدونتيفيك انت كشخص هذا وما ما يكونش الحكم ما يكونش الحكم آه يمكن هذا انا قلت لك كنت سعيد انا عاودت القصه ديال القنفود كنت سعيد في يامات آه. البني في يامات هذيك المعاناه كثر من انني كنت سعيد ملي كنت كنشد 30000 درهم و... وكافي نيسبريسو ولي ريونيون لي ميتين وبيزنس ريفيو كلشي كان م. واحد لو ستريس واحد الضغط لي خطير بينما في ذاك الوقت اللي كنت كنت خدام في البنية خدام مع عضلية يعني كتهز يعني ما عندكش واحد القيمه مضافه كبيره ولا كتخرج حاجه ولكن كانت السعاده السعاده م. ديال ذاك البراد مع العشره ونص ديال الصباح وكتشربوا وكضحك وكتشدوا بعضياتنا ديال الغداء ديال ديك المعيشه اونصومبل كانت مدرسه حياه انا ما بقاوش نحكموا على الناس كل مسكين كيقلب على رزقه كل كلها... كنا ضعاف باش نكونوا واضحين <applause> من من اوعر واحد اللي كيبان لك اوعر واحد يمكن في السوشيال ميديا اللي ما عادش كيبان لك ما شكون ذاك الاستاذ الجامعي ذاك اللي ما شنو كل مسكين كيقلب على رزقه كل كيخاف من الموت كل خايف من على الصحه ديالو كل خايف من الحب ديال الناس كله خايف من المرض فهمتي كله خايف من فقدان الاشياء اللي عنده كاين واحد المخاوف اللي كتجمعنا كاملين يعني اليوم شنو هو هو لا فينيرابيليتي هو الضعف خصنا نتقبلوا يعم. الضعف ديال اليوم ديالنا ونتحسنوا ماشي نتقبلوا ونكونوا ونكونوا حتميين فاتاليست صافي راه حنا ضعيف كلشي ضعيف انا كنحاول نتحسن وكنحاول نتقبل ذاك الضعف ديالو ما كنحاول ما نغطيش وكنتحسن باش نزيد القدام فقط م. يا يا صراحة هاد القضية ديال انه بنادم يكون فيلنيغابل وعاوتاني ماشي كنعطيو كل واحد يكون يدير اللي بغا غير زعما على شنو شنو, شنو تيبان لنا صحيح وصعب انا هاد اللي متفق معك صراحة في هاد اللعيبة نسولك على واحد القضية أخرى اللي هي الزواج وفاميلي أنت دابا مزوج وعندك وليدات الله يحفظهم ليك شنو هي النصيحة اللي تقول للناس ولا الدراري والبنات اللي باقيين صغار 20 في الأوائل ديال العشرينات وكيفكروا في الزواج ما باغينش يتصاحبوا ولا مصاحبين ديجا وباغيين يتزوجوا شنو تيبان لك شنو جيبالك؟ شنو تقول لهم شنو النصيحه تقول لهم الحياه غير متوقعه وغير سهله باش نكون واضحين هذيك 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 الحياه غير متوقعه وغير عادله وغير سهله بمعنى انا ماشي متشائم ولكن ولكن الواقع يحتم ان الحب وحده ما كيداش في الجميله الحب العواطف والعلاقه ما كديرش في الجميله اللي كيدار في الجميله هو بطاطا هو خيزو هو هو الزيت اللي غلا هو هو ديك الكوكوت اللي خصك تشري ولا داك الطاجين هو ديك بوطو غاز اللي يمكن واش غيزيدوا فيها ولا لا هذا هو الواقع والواقع ديالنا بحكم اننا مجتمع ديال تلوك جود بين عليا بين عليك كيمشي كيمشي للقصور ما كيمشيش للاصول <applause> قشره اننا خصنا نديو عرس واعر خصنا نديو ستوري أستا انستغرام خصنا نديو داكشي اللي ما عرفش كيفاش ديزو الكلام <applause> ما ديزو الكلام ونبانو على فلان ونبانو على فلانه وكل شيء مي غندوز واحد الشهرين ثلاث شهور وغنرجعو للواقع اللي هو الواقع هو الماديات وانت راه بحكم لان كنهضر نوي كيبان ليا انك منطقي وغيفليشي ولوجيك في دماغك عندك واحد المنطق واحد لاسوم خصها تكون في الشهر خصك واحد المعيشه وخصك خسرت... هذا اللي غيتزاد غيتزاد برزقه وي ولكن ذاك الرزق كيفاش انا غنحس به واش ذاك الرزق غنحس به وانا قانع وانا راضي ولا غنحس به انني انا كمحروم وانا ما عندي زهر وانا تصيدت في الزويجه وانا انا انا انا, أنا. يعني نطلق من أن الزواج مزيان عفة ويصونك وماشي زينة وماشي بزاف د الحوايج لأن البودكاست مع منير جا واحد التعليق نتوما كتشجعوا على الصاحب وكتشجعوا على على كذا وعلى كذا وعلى كذا أنا ما كنشجع على حتى حاجة باش تكونوا واضحين أنا ما كنشجع على حتى حاجة كله يدير كيما بغى كله يدير كيما بغى مي النصيحة اللي غنعطيك راه لا تزوجتي أول حاجة حنا العائلات المغربية ما مصالحينش مع نفسنا كاينه الحرب م. الأهلية يعني الحرب الاهليه اللي كانت في لبنان حنا كيديروا على عائلات بيناتهم يعني خص تكون عندك واحد القوه الشخصيه باش ما تجر لهنا لهنا لان يعني في شي حروب اللي انت لا علاقه وانت مازال يلا خدمتي وتزوجتي ودخلتي واحد الحرب اهليه كتعود كتحارب في الخدمه لانك باقي صغير خصك دير بلاستيك وكتحارب في الدار وخصك تكون غلادياتور واش عندك القدره النفسيه واش عندك الصلابه النفسيه باش تقدر على هذه المعاناه هذه الا الولد لا البنت حكم ملي كتبداو كتبداو بواحد الظروف الا لك انت سميتك شي حاجه غيجيك غي كادو ديال العرس ابارتمون فابور ب 25 مليون 30 عطوها لك فابور وكاين اللي غيجيب غي لك الثلاجه والفراش وكلشي تاع تزوج وصافي حتى ما دافع والو فهمتي ولا مي انا ما كانش الواقع ديالي بحال هكا انا الواقع ديالي ما كانش بحال هكا ما كان خصني نكري وكريت والمعاناه واحد المده وانا فخور بها زعما الحمد لله يعني ما ندخلوش بهذ التوقعات يكونوا طالعين بزاف حيت شنو هو الاحباط المعادله ديال الاحباط هو التوقعات عاليه بزاف والواقع هابط بزاف هذه هي المعادله ديال الاحباط الفرق بيناتهم هو الاحباط كاين اللي عنده الاحباط 10% كاين اللي عنده 90% علاش لانه هو كان التوقعات 100 الواقع ديالو 10 90 هو الاحباط ديالك وانا ما نبغيكش يا بنتي ولا ولدي تعيش بالاحباط وبالندم والشعور بالعار والمهانه والذل ما نبغيهاش ليك وانت في عمرك 22 عام 23 عام وما نبغيهاش ليك طول العمر لذلك العواطف زوينين لي زيموسيون زوينين الحب زوين العلاقات زوينين ولكن نكونوا واقعيين وكنلقاو ان البنات واقعيات اكثر من الاولاد امم عاد بحكم هادشي اللي كنشوف كنلقى ان البنات عندهم ما عندهمش ديك النظره الهلاميه امم ولاكس لخ... زعما تي لاكس اللي مش كيبان ان النار... البنات كيكونوا زعما عاطفيات هذا هو الشائع هذا هذا هو الشائع ولكن ملي كتشوف الخدمه وكتشوف الواقع سليمان شوف مم. شحال ديال البنات خدامين وشحال ديال البنات تي بيغزاف وي لافونس مزيان وغادي مزيان في لي كارير ديالهم على قبل الاولاد شوف شحال ديال البنات كيشدوا الباكالوريا انا كنرجع لي فيه في فيها في المال ما يقال وما يشاع وما ما ما يشاع شكون اللي يشاع شكون اللي قالها وما يقال وكذا كنرجع انا لي في ملي كنشوف الباكالوريا كنلقى سبعين في المية من البنات هما اللي شادين البكالوريا وثلاثين في المية من الذكور هما اللي شادين البكالوريا كنقول ما شكون هو اللي عاطفي وشكون هو اللي ماشي بدون حكم ما كنحكم على حتى واحد جو سوي با فيمينيست ولا ماسكوليست ولا انا جو سوي طريق ما انا مع انا مع <applause> حتى واحد زعما باش ماشي فيمينيست مم. ولكن كنقول ليه في مم. كنشوف الشركات دابا شكون اللي خدام فيهم شكون خدام فيهم بزاف البنات شكون اللي جالس في خرج دابا دابا سليمان دابا 12 و 26 خرج اخويا سير القهوه شوفوا شكون اللي جالس في القهوه شكون اللي في السوق كيتقدا وشكون اللي كي كيجري وشكون اللي مقابل الدراري غتشوف وغتشوف شكون اللي كيدير المجهود وشكون اللي ما كيدير المهم انا اقول هذا و وا زعما تقبلوا منا ربما هذه هي تاش هذا عاوتاني جاي من اننا المهم هذا عدد جوج معايا شويه ديال حنا هكا كنشوف المجتمع شويه ذكوري واخا المجتمع دوكوري بزاف الناس كيكريتيكيوها ما هذا هو الواقع حنا تنشوفوا انه المسؤوليات كاملين كنحطوهم على المراه وحنا بحال تنحصروا راسنا في الرجال كيحصروا راسهم في انهم يخدموا صافي عند مع الوقت هذه القضيه كتبدل كما قلت لان حتى العيالات ولاو دابا دابا الاينات ولاو عاد اه دو يخدموا دونك ات لايك المسؤوليه داك النظره الكلاسيكيه خصها تبدل وغادي كتبدل انت بلي زعما غادي كتبدل بشويه بشويه دابا انا نعاود نسولك واحد السؤال ااا اه واش خص لما الدراري يكونوا خدامين غادي يتزوجوا ولا ماشي ضروري الدري والبنت باش غيعيش لما كانش م... ب... <applause> غير ب... ما كانش خدام يعيش بالهواء بالبرانا باش غيعيش يشوف الشمس و خاص خاصها مينيموم خاصها مينيمو خاص مينيمو الخدمه واش خصهم خسام... كدا... يعني يكونوا بزاف عندهم ليكسبيرونس في الخدمه ولا ضروري غير الله بداو صافين بداو يعني اول صالير نفكروا في الزواج انا اللي كان اللي كان انا بغيت نوصي بنت ولا بغيت نوصيها نقول لها هذاك ال... لوتر بيرسون الاخر قال لي حاجه وحده عنده هي واش عنده لا فالور ترافاي ولا لا واش كي امن بلو ميريتي لو ترافاي الا كان كي امن بها تخافيش يخدم خاص تكون عنده لا فالور ترافاي لا فالور طالعه لا فالور ترافاي طالعه يعني عزيز عليه العمل عزيز عليه يشغل ماشي كسول في الدم ديالو ماشي عنده كريات حمراء وبيضاء وكريات ديال الكسل عزيز عليه الكسل واش اللي اكتيف ولا باسيف واش عزيز عليه الحركه عزيز عليه العمل عزيز عليه يخدم ما كانش عزيز عليه يخدم صعيب واش عزيز عليه ان كل شيء ليه ماما وبابا ولا كيدير هو هنا كيبان لك الشخصيه ديال السيد واش قاد بشغله ولا ما قادش بحال دابا كنهضروا من قبيله كتقول ليا لوقعت كاع الازمه انا مآمن بانني نقدر نخدم <مم> انا كنقولها كنقولها لولدي كنقول حنا ما صدقش غير الكوتشين وما صدقش الفينونس وما صدقش الكوميرس نديرو بطاطا نعمرو بطاطا نديرو احسن كروسه ديال البطاطا ونديرو شي كونسيبت ديال المواعب ديال الفريع ديال البطاطا <مم> نبيعو بطاطا نبيعو بطاطا ونبيع الاناناس انا مستعد فهمتي ولا لا مكنقولش لا بزاف الحوايج اللي كيجيوني بحكم الا كان عندي الوقت كنمشي نديرهم كاينش مشكل لا فالور تخافاي خاصها تكون عندنا ما نكونش اتكاليين كنتاكل كنتنا مي ولا اختي ولا خويا في باليان ولا ولد عمي هو اللي غيعتقني وكلشي هنا راك غادي المشاكل اللي كتشوف فيهم الحيط غادي لي نيشان وغادي مكسيري فهمتيني واخا تقول لي الرزق واخا تقول لي اللي قلتي لي انت ما خدامش اصاحبي ما خداماش ما خدامش والبنات انا كنقول خصهم يخدموا دايو كنشوف دابا واحد الهاشتاغ لا للزواج بالموظفات وكذا ما زعما انا يحز في نفسي كنقولوش المغاربه عدنا دي المشكلة بقى ما عندنا هذا المشكل هو اللي بقى لنا بقى لنا زعما سالينا كاع المشاكل اللي عندنا بقى لنا عند الزواج موظفات والجروب كبير وغايسين يعيروا في الناس اللي هي عيالاتهم خدامين زعما ما لا حول ولا قوه الا بالله كنقول زعما النيفو هبط بزاف يا من ومن جديد الدراري يا من جديد الدراري علاش خصهم شنو هما المواصفات في الزوجه عاوتاني شنو قلتي دابا انت من جديد البنات من جديد الدراري شنو, شنو خصهم يقلبوا ولا علاش خصهم يقلبوا انا انا ما انا ما ندخلش في الدين ادفر بذات الدين تربت يداك انا ماشي في فقيه باش ندخل في هذا الشيء وما غنقدرش نتقبع يعني على هذه القضيه نكون نتسلط على هذه القضيه ونهضر فيها ولكن ملي كنتلاقاو خصنا نتلاقاو بلا مكياج بلا فيلتر بلا مكياج ما كنكذبوش على بعض ماشي زعما داير المكياج لا ماشي الصوره من ما نكذبوش على راسنا عارفين عارفين راسنا شكون هاد النصيحه انا كنعيش بها عارف راسي نشكون شكون شنو من القدرات ديالي شنو من الامكانيات ديالي وشنو هو الطموح ديالي ما نجيش انا كنمثل عليك مسلف طوموبيله من عند صاحبي ولا كارين طوموبيله كات كات ب 1200 درهم وكنتصوروا بها باش نديروا تصاور ديال انستغرام باش نديروا كذا ومش الواقع ديالنا هذيك البنت المواصفه ديال البنت واش كتعيش في الهلاميات ولا واحد السيده واقعيه عائلتها شكون هما كيفاش كيعيشوا فهمتي ولا واش ناس من المستوى ديالي ولا ماشي من المستوى ديالي انا كانت عندنا كانت عندنا في خريبكه كانت عندنا الفيلا من بعد كانت عندنا لابارتمون الوالد خرج من الوسيط الله يرحمو واش انا غاحكي انا عشت فواحد الوقت في فيلا خصني نمشي نتزوج بوحده في فيلا فهمتي ولا هذيك اللي كبرات في الفيلا خصك تجي دير لها الفيلا وخا تصبر معاك وخا كدا غتنوض على حرب اهليه سكنتيها في ابارتمون ديال ديال 25 مليون قبض والدي ما غيرضاوش واخا كتبغيك ما كتبغيش الواليديا ما غيرضاوش غيبقاو يزدنوا عليها غتعود حتى في الحرب الاهليه مع امها وبنتي تصيدات معها وحتى دخلتي اخويا انت في الحرب ما اخويا كونوا واقعيين ها اللي قادر عليه ها اللي ما قادرش وماشي كل شي غتكون عنده الفيلا وماشي كل شي غتكون عنده البنت ليه وماشي كل شيء غيكون فقير وماشي كل شيء غيكون غني مي حنا داكشي اللي حنا به كنعيشو به

لو مينيموم في كازا باش باش تكري باش الدراري يقراو باش دي بلاصه واحد 7000 درهم يعني اللي غيعيش مسكين غيقول آه لك انا غنعيش بوحدي ب 2500 درهم ونتزوج جودي م... الله يكون في العون صعيب الحال ولا بغيتي تزوج الله يبارك ليك والله يعاونك كتب لنا من بعد كتب لسليمان نقول ليش شنو درتي من اللي من بعد حد عامين كتب لي <applause> كتب لي سبحان الله. انت دابا غيكريتيكي وهاد القضيه هذه غيقول لك انت م. ما عايش معنا ما عرفش المغاربه وكلشيء مي انا كنقول لك على الراي ديالي انا كيفاش كنشوف الامور ماشي الحقيقه منزله. يا واخ ونهضروا على الدراري تيبان لك عاوتاني واش الازواج لي جون خصهم يعطلوا الدراري ولا آه. عام عامين عم نول دور دابا <applause> كدا خصك حتى آه خصك خصك شي واحد ديال علم الاجتماع اللي بقى يجاوبك على الشيء اللي دار دابا هاد تجربه شخصيه هاد تجربه شخصيه فوقاش انت تزوجتي بعدا باش نهضروا على لاج فوقاش تزوجتي آه واخا آه دابا بريسك 29 اوكي فوقاش <applause> ولدتي اول دري أه بحال اي مغربي ومغربيه كتحترم بعد عام كاين هاد <applause> الستوندار هذا زعما هاد <applause> الستوندار شوف هاد الستوندار يمكن ما كاينش في المغرب كاين في العالم كامل هو الاحساس بالامومه م. انت كان عندك كرجل سليمان ولا طارق الرجل كذكر احساس بالرجوله هو العلاقه الحميميه هذا هو لو فيل كيقول كي لك تراك واش <applause> yeah. ما قاد ولا ما 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 كنقولش الحياة على شي واحد البنت ولا الام عندها احساس واحد اللي كيهمها هو الولاده الامومه تكون سميتها كيتين لاغارد ديريكتريس ديال لا بنك ولا فاطمه اللي معنا هنا خدامه معنا في العماره لما ولداتش ما حقاتش داتا امم يعني تكون قاريه هارفارد ما شاء تولي تولد غتقول لي الا كاين شي وحدات ما باغاتش باقا ما تزوجاتش انا غنزوج نقول لك واخا واخا هذه واخا مشينا بالحكمه زعما شنو خصو يدار شنو تيبان لك انت واش خص الدراري طلوم مور الزواج خصوصا الدراري لي جون بغيت تعطل عرفتي علاش؟ علاش؟ حيت اللي في العام الاول طلاق من م. بعد كيعاود صعيب طلاق كيعاودوا فيه ضحايا ودابا تطلقات بزاف طلاقات ما واش عارف هذه القضيه ولا لا عارف عندي في فكره م. عندك فكره راه في 2018 اخر الاحصائيات كل ربع دقائق كاين طلاق في المغرب في 24 م. ساعه كل ربع دقائق العدد ديال الطلاقات راه ما عادش 18000 صاحبي في عام واحد شحال ديال المطلقات إيه، سون جيجمون والله ما آه هو صراحه ماشي هو صراحه ماشي تزاد انا تيبان ليا راه كان شحال هذه غير مع مدونه الاسره وداك الطلاق الشقاق ولا حيت شحال هذه العيالات واخا كتكون ما فرحانش كتجلس ما عندهاش كتبقى تطلق والراجل ما تيبغيش يطلقها دونك ماشي كثر مي العيالات ولاو عندهم بحال قلت شي واحد النساء العيالات هذا المصطلح النساء ولا عندهم قابليه انهم يطلقوا واخا ما يكونش الراجل باغي ايها الرجعي كتقول العيالات كتقول العيالات 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 الرجعي شوف انا بور موا الطلاق دابا كثر يعني خصنا شويه نعطلوا الوليدات لان هذوك الوليدات غيكونوا ضحايا ضحايا ديال واحد الخطا درناه حنا بجوج لان امننا بالحب وامنا بالعلاقه الهولميه وملي دخلنا لقينا واحد الواقع اللي ماشي هو واقع اللي وصعيبه الواقع صعيب ماشي سهل باش نكونوا واضحين راك اللي كتدخل لحرب اهليه ما <مع>... تدخل السلام عليكم كدير حروب لا ما دواش معايا الكادو اللي جاب في العيد الكبير ما واش ما عرفتش عندنا الحولي الكتف حطوا لنا كندخلوا في شي يدخلو. شي لا حنا مولفين كيحطوا لنا السلام وحطونا على الكتف لا ديما كيعطاني الوجه ديال الرجل دايره بحال هكا كيدخل في شي حسابات الخبز اللي جاب ماشي كاليتي ما كبرش بينا نويل ما نويل ما ديالناش يقول لك نويل ما عيطش وما باركش لنا كندخلوا في شي ما كتبقاش انت وياك كتعودوا عائلات آه. سليمان جو سي با واش مزوج ولا لا <تصفح> انا ما مزوجش لا مزوج بغيت نزوج خذ تجربه انا راه <تصفح> <q> دابا <تصفح> 17 عام الزواج نعطيك زعما <زيبة>. هادشي <تصفح> علاش دايرين البودكاست باش نسمعك معك واحد الساعه نعطيك خلاصه ديال التجربه الكوتشيك <تصفح> والله الكوتشيك واخا <تصفح> <تصفح> <وخش> شويه <تصفح> <تصفح> خاص شويه الصبر خاص شويه الصبر وخاص والصبر من طرفينا ماشي من طرف واحد وكاين الحياه غير عادله وغير متوقعه كاين لي زاكسيدون de لا في كتكون خدام حتى ما كتبقىش خدام كتكون صحيح حتى كتمرض كاين دي حك داك صاحب انا ماشي علماني ولا يباحي ولا كشي تصاحب كتشوفها وكتشوفك في واحد لو مومون دي مو زوين داكشي كتلقاه في قهوه كتهضروا بالفرونسي ولا بالانكلي كتشربوا قهوه وهي ماكيي وانت زوين وبحس داكشي

ما ما كيعود كتعود مواد ورحمه وكتعود معيشة بيناتكم مي مي الواقع هو هذا واش نتا قابل نفسك واش نتا كتقبل البشريه ديالك باش تقبل البشريه ديال الاخر وباش تزيدوا بزاف وباش يكون داك البروجي د مارياج يكبر وكاين لي طونطاسيون وكاين انستغرام وكاين بزاف د الحوايج اللي كيوقعوا وكاين عندنا اه عايشين في واحد العالم اللي فيه بزاف د الحوايج متقلين عنا خصنا نبداو نعرفوا اش مخصو يتقل عندنا ولا شنو مخصوش يتقل عنا يا <applause> يعني هو هو صراحه هذه قضيه ديك ديال الموده والرحمه كاينه حيت ممكن دراسة على القضيه ديال القضيه ديال الحب وكيقول لك انه في ديك العامين الاولى العام الاولى العامين الاولى كيكون واحد النوع تاع الحب مع شي شخص في واحد السياق رومانسي كيتسمى الباشنت لوف واحد الحب الشغفي ولا شنو اللي وهذاك الحب الشغفي تيقول لك تيمشي مع الوقت عامين ما كيبقاش اند عاوتاني كتهضروا من الايفولوشن تيقول ان الرغبه الجنسيه اربع سنين كتمشي يعني في الاخر شفتي بقى ديك المواد الدوره مازال وراه اند هذه هي زعما ذاك الا ما كنتيش زعما منضبط وهذا كترون زعما ديال الزهر خصوصا مع الواقع كما قلتي قاصح كترون اند يا والمشكله ديال كما هضرتي قبيله على الطلاق مع الدراري إذا إيه كانوا عندك الدراري كتكون صعيبه شويه في جوج جوي سواء قررتي انك تطلق ولا قررتي انك ما تطلقش شي الا قررتي انك تطلق يكونوا ضحايا ولا قررتي انك ما تكونش ما تطلقش غادي تبقى غادي م... كاره يعني غتكون في واحد العلاقه كتعيشهم آه. تروماتيزي كتعيشهم تروماتيزي حامل شمرا وهي ما حاملاش كتقاتلوا كتضربوا يوميا زعما اش من عيشه هذه انا ما كتمنش نعيشها يا واش اللي كان بزاف انا شفت بزاف ديال الزواج الصراحه ذوك الزواج التقليدي اللي كان بزاف ديال كتلقى الراجل ما حاملش مراته ولكن جالسين على حساب الدراري اند هذه قاصحه بزاف تا <تصحة> دابا تا دابا ماشي الزواج التقليدي تا دابا بزاف اللي كوب اه كاين اه بزاف تا دابا

ملي غيتفرقوا كي غيديروا كي غيديروا قسموا الطوموبيلات كي غيديروا قسموا لابارتمون كي غيديروا يعملوا يعني كيبقاو عايشين هكذا عا وهي ما حاملاش وما حاملاش كيبان لك داك الشيء في الكومبورتمون ديال <ممم>. يعني لي زونفون كالميفو لي زامي 20 عام راه يلاه بديتو الحياه 20 عام يلاه بديتو الحياه لا بالنسبه للولد لا بالنسبه للبنت راه ني با دات دو فاليداسيون ولا دو كونسوماسيون باش نقولوا 22 عام ولا 30 عام ولا 40 عام وقت ما تزوج شي خصني نكون لا ميور في داك الزواج ديالي نعطي احسن ما عندي نتقبل اسوء ما كاين ونتقبل احسن ما كاين ونخدم على راسي ونتقبل الحياه هي هادي ونعيش ببساطه بسهوله حنا من هنا با اوبليجي باش حنا فين ولا... ما كان خصنا نمشيو لمراكش ولا نمشيو لافران ولا ولا نسافروا عندنا الامكانيات كنسافرو ما عندناش الامكانيات ما كنسافروش عندنا الامكانيات باش نديرو طومبيله كات 4 ب 70 مليون نمشيو نديروها علاش لا بصحتكم الله يبارك ما عنديش غندير طومبيله عاديه ب 20 مليون ما عنديش ندير سا موتور وانا سعيد بهذاك الموطور ندير الكاسك ديالي ونكون احسن واحد فوق ذاك الموطور يا yeah. Uh, واخا نهضر معاك واحد القضيه uh, واش كتهضر مع ولادك بالفرنسي لا كنهضر بالعربيه كنهضر بالعربيه mm. دارجه دارجه كيبان لك هذا مشكل بزاف ديال الدراري اللي قاريين ولا هذا كيهضروا بزاف مع ولادهم بالفرنسي انا كيجيني خوف انا كنضحك مع بزاف الاصدقاء ديالي كيهضروا مع ولادهم فرونسي كتقول كنقول كتوجد فيه لو سونتر دابيل ولا شنو والله كنقول لك توجدوا باش عاد في السونتر دابيل كل ما تشدوا لاكسون كل شيء كنقول علموا لا لوجيك علموا المنطق علموا لي فالور لو طرافاي علموا علموا الدين علموا لي فالور كون انسبيرون تكون تدر معه تدر معه ما باش تكون تهضر معاه بالفرونسي ولا تهضر معاه بالانكلي ما عرفتش شنو هي الهويه اللي غتخرج عنده ما عرفتش شكون هو غيخرج شكون هو السيد اللي غيخرج مزيان تعلم اللغات كلشي ولكن ما نكونش انا 100% في, في داري كنهضر مع الدري الفرنساوي تعود كنتلاقى دا دابا مع اصدقاء حتى ملي كتقول ليه كتقول الدري شي كلمه بالعربيه ما كيفهمهاش مغربي سميتو محمد ولا سميتو فاضل ولا ولا جاد ولا كذا ولكن بحال كنهضر مع فرنساوي صغيور au français c'est pas un modèle le français mais si à ce niveau là parce gaz. le magazin mais qui la différence les antidépresseurs les québecois c'est les premiers au monde je suis content que le rasna a premier consommateur au monde des les antidépresseurs au moins les français يعني عندهم المرض النفسي عندهم بزاف كثير وحنا متابعين هذا الموديل ما عرفتش علاش ولدي خصو يهضر بالفرنسي كوريكتومون جوستي سي انا كنهضر بالفرنسي جو سي مي خدمتي كتهضر عليا نهضر بالفرنسي ودابا المشكله ان عندنا كنمشيو لي كونفيرونس كيقول لك طارق يعني ما تهضروش بالفرنسي هضر بالعربيه لا هضرتي بالفرنساويه ما ما يقبلوش لك يا يعني انت فرنسي انت ملي كتبجح بها وعاجباك وكذا ما كتدفع والو زعما يا يا واخا انصرك لا الكتوبه واش كاين شي كتوبه اللي قريتيهم وعجبوك ولا فادوك اند تقدر تقترحهم علينا اخر كتاب قريت وعجبني ليميت لاس ديال جيم كويك عجبني هذا yeah. yeah. راك عارفه اه. yeah. سير ولا دوزيام بوكا اه. دوزيام بوكا اللي عجبني بزاف لو كود دين في اكسترا اوردينير ديال فيشن فيشن الخماري فيشن انا غنجيب الكتاب باش تعرفوا هذا هو الكوتش ديال بيل جيتس واو هذا خطير هذا هندي واعر نجيب الكتاب باش تشوف هالكتاب هو هذا Euh, ouh, le ouh, ouh, France, uh, ou est-ce qu'on traduit en français ou en français. Mm. en anglais ou oui. base, en anglais. pour les gens qui n'osent pas le grand saut, mm. magnifique, Ma, le grand mm. Comment sortir de votre zone de confort psychologue ou le coach, Michael Dell. Del, del. Mm. Pour mon travail, mm. il y en pour les gens, le coaching et le team building. Mm. Euh, C'est mieux Le coaching le, le team building, ok. Mm. Culture et pratique du coaching et du team building. Mm. A pour mon travail, mais ça coûte cher, vraiment cher, 540 dirhams plus de la petite histoire, André Comet-Sponville, petit traité des grandes mm. vertus. Mm

لقريتي سبينوزا ونيتش بقى سي كت... كترجع شويه ال... كتكالما فهمتي ولا لا كتبان لك ديك الصوره ديال لو كافار وديال ذاك <applause> لوازو كت... <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> والواو سي سي <applause> فور يا ما عرفتش واش كاين شي حد اللي تبغي تشوفه في البودكاست كضيف شي حد اللي كتعرفو وتبغيه يكون ضيف في البودكاست شو كتعرفو ولا باغيه ولا كتعرفو سوا شخصيا ولا في الويب ولا كنعرفو شخصيا انس الفيلالي انس الفيلالي ما عرفتوش صراحه انس الفيلالي سي سي ميدسان و اونتربرونور او ميم طون ما بقاش ما بقاش ميدسان ولكن عاد في لونتربرونوريا راه شوف راه منير منير ديال الشغف منير زيرك راه عيط له عيط لانس الفيلالي سي ان بيغسون اللي مغربي قح وعنده عنده ما يقول تبارك الله كاين شي حد اخر؟ شي إيه حد واحد اخر فنانه جبنا لطيفه احرار لطيفه اوكي يا. لطيفه احرار نقدر ندخل نقدر ندخل لك ستون اوكي صح مزيان ماشي حكيت لي ستون امي بغيتك تجيبها السيده عندها ما تقول صافي عندها ما تقول عندها ما تقول انا كنختلف معاها في بعض الاراء ولكن عندها ما تقول عندي بوكو دامي في الفن عندي بوكو دامي في الفن عندي بزاف ولكن اختارك هي اللي عندما تقول وجيب انصطو على الحوارات المطوله اكتف دونش را تفا لا لا faire travailler هي انا ناويه تقريبا من نفس المنطقه من الاطلس حتى هي واش هي خنيفرة ولا ازر ما عرفتش انا من افران عند بجوجنا دونك نتفاهموا اه يا الا اللي كان مزيان مع مليح طارق وقال لي يعني بغيتك <تصفح> اوكي ان شاء الله ولد خلينا قلتي كتعرفوا دونك الا تقدر تخليني انا ب يا سامخش يا كونتي قول لي اليوم قول لي اليوم انا يلا كاين شي حد اخر بام 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 شكون نقدر نقول لك شكون شكون نقدر نقول لك كنقال لك شي واحد اللي يكون موصف سلاوي أه، موصف موصف أه دل... سلاوي فقط... دي دل... انتريسون انا شي واحد يجيبو يهضر مسكين موسيف سلاوي ديال اللي كان اللي كان الفاكسان اللي كان الباكسان. في الساجين هذاك تلاقيت معاه شحال من مره هنا في البحر كيتمشى في كازا ما عرفتش اذا انت في كازا ولا فين لا لا, في لا انا في افران <applause> انا في افران في <applause> 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 افران أنا اخويا انا راه انا قلت افران لا تحتك انا افران عندكم لا كاين تيليفزيون موسيف سلاوي عندك بحال دابا سفيان البقالي راه كاين دابا في افران هذاك خصك تعيط ليه تسجل معاه صح ما عرفتش صراحه لا ما عرفتش فين كيكون غير الهضر معاه كيكون في في ديك لا ال... كروند بوك اللي حدا راس الماء كيترين تما اه البلاطو م. البلاطو هذاك البلاطو كاين البلاطو الصغير والبلاطو الكبير كيترين يعني تما الباح البارح كان تما كيترين انا آه. متبعو البارح كان تما انا تلاقيت ديك النهار مع مع قاده ديال اللي كنخدم مع الكروش تلاقيت معاه حدا الكزار هنا آه، ما عرفتوش في اللو بديت كنشوف ديك عاد عرفتو ما هي بقى لي نشوف آه، يعني القدر الا كان هنا صراحه نقدروا نهضروا معاه بقى لي سي انتريسون لان سي ان آه. شامبيون سي كيلكان دانسبيرون بقى لي ولا موسيف سلاوي تا موسيف سلاوي بغيت كاين واحد صاحبي تا هو تقدر تعيط ليه هو الفيزازي محمد الفيزازي عرفتي ولا لا؟ آه، محمد الفيزازي راه ماشي اللحية محمد الفيزازي هذا راه سي قرا في هارفارد عنده و... بيل عندو عنده محمد في زاد بارمي زامي في انستغرام نقدر كتب كتب لي في انستغرام ونصيفط لك الكونتاكت ديالو نصيفط لك البروفيل ديالو باش تعرفوا كيهضر في الماناجمنت وفي المقاوله عنده ما يقول قرا في ميريكان وعنده اون خطيره دار البني باع الهنديه فريمو بدا من والو واو الى تبارك الله يا كاين شي واحد ولا صافي بي 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 شنو خور شنو كنقلب ليك على على شي واحد اللي فاش بغيتيش من شي دومين قول ل... لي الدومين اللي بغيتي اللي كان غير شي واحد اللي يقدر يعطي الافاده للناس آه ويكون آه يا بوزيتيف وما كيتشكاش بزاف دا آه. هو بوزيتيف ما كيتشكاش بزاف تسنى تسنى آه عبد الرزاق اليوسفي آه دجا داز درت معاه آه عبد الرزاق اليوسفي سي سي درت معاه درت معاه درت معاه درت معاه بودكاست درت معاهم هو درت معاه هو الغيث درت معاهم شكون اللي حكى عبد الرزاق اليوسفي في المقاوله ولكن المقاوله الثالثه بعقلها آه. فهمت آه. ولا لا آه. ما آه. تيتبوزاش عليك ماشي <applause> كيتبوز عليك ولا يقول لك شمن تليفون عندي ولا شحال ديال الفلوس ولا تين 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 شكون شكون اخر كنقلب ليك والله الا زعما ليك رشيد الوالي تا هو سي انتيريسون رشيد الوالي صعيب نوصل ليه هذا هو المشكل ما ما جو جب... بونس با واش كاين في لينكدين هو علاش صعيب لا دخل للانستغرام دخل للفيسبوك آه رشيد الوالي سي حسن الفت حسن الفد هذا حسن الفد, ها... حس الفد. حس الفد. يا حسن الفد كنت كنفكر نكونتاكتي صراحه حسن الفد مدرسه <applause>

سوينغا يا سوينغا ما كاين واحد البروسيس باش نهضروا معاه مي سوينغا حتى هو فشكل سوينغا صراحه نبغي نهضر معاه الطريقه التفكير ديالو في الطريقه دي كيفاش كيبروسيس داكشي اللي تيدير دير اللي تيدير دير صراحه في شكل يا سوينغا وسوينغا سي انتريست سوينغا زكريا قرتي زكريا قرتي معرفتش صراحه زكريا قرسي شوف شوف طويل توكس راه يلاه عيط لي يلاه اه عرفتو شو عرفتو شو يا، شو يا اختصاصي في الاقتصاد اعتقد اقتصاد انا كنعرفو شخصيا كنعرفو شخصيا زكريا عنده ما يقول عنده ما يقول عنده واحد الرؤيه واقعيه ديال يا هو انا هو كونتاكتي كاين في البايبلاين حتى هو زكريا قرسي مزيان زكريا زوين زكريا خاصك تعرض عليه هاد الايامات لان الوضع فينونس يلاه دازت اممم لوا دفينونس الناس ما كيعرفوش شنو هي لوا دفينونس يا صاحبي الناس راه من الحوايج اللي كيأثروا في الحياه الشخصيه ديال الناس هو لوا دفينونس يا يا حنا okay, كل ساسي. عام حاجه اللي كتأثر في الحياه ديالنا لان ما يكتوش نوتخ اجون نوتخ ايباغ نوتخ في نوتخ بخي هو لو لوا دفينونس <مم> يعني زكريا انا الصراحه ما بغيتش بغيتش نطفل عليكم ندخل نعود المحاور وندير لي بودكاست وكذا لا آه, مي بحال زكريا هذه هي لا بيريود فين خصو يدوي خصو يدوي في هاد لا بيريود هذه لان سا ماتش لا لوا د فينونس غدا ل 1 جونفي بزاف د الحوايج غيتبدلوا السؤال خصنا نسولوه شنو من الحوايج اللي غيتبدلوا فين غادي العالم علاش هاد الحرب وقعات شنو هي لانفلاسيون سي كوا لا ريسيسيون تضخم الانكماش علاش هادي علاش هادي شنو واقع في العالم الازمه واش غتوقع عندنا ازمه بحال 1929 فين غاديين بلاك بلاك هنا هنا كاين اسئله واعرين اللي يقدر يجاوبك عليهم واللي الدومين ديالو بيان شكون اخر ثاني ياسين العمري مزيان تعيط ليه لان من المؤثرين من المؤثرين حتى هو نوفل العوالمه م. يا نوفل العوامل نوفل العوامل وامل... كنت واقيلا كونتاكتي يا يا نوفل العوامل حتى هو صحفي بشكل ياسين العمري حتى هو داعيه و... ما... يعني عنده جمهور ديالو عنده راي ديالو يحترم داكشي اللي كيقول من حقه يقولوا ولا بغينا نقول انا شي حاجه ضده خصني نمشي نقرا ونوجد ليه ونقول شي حاجه ضده اللي ما نقولش شي ضدو بحال لي بيزود بحال بحال لي بيزود مع ياسين العامري صراحه خصها خصها بزاف ديال البريباراسيون آه حيت الدين واحد الموضوع اللي حساس شويه خصك تبريباري مزيان and... دابا انا ما بريباريتش ليه ما والو عاجبني لا بريباريت لا بريباريت لا 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 ولكن ماشي بحال الكوتشين ماشي بحال الدين حنا مجتمع <applause> فهمتي حنا مجتمع متدين بزاف المهم في واحد الجانب متدين بزاف اند الا بغيتي زعما تحاور واحد الحوار اللي يكون شويه عميق وما طاحش في السطحيه خصك تبريباري مزيان بغيتي دير الحوار اللي هو سطحي مع محل ياسين العمري سهل ديرو فهمتيني تجي تسولو كيفاش داك القصه ديالك والاسلام وغندوز مي بغيتي دير شي حاجه زعما شي حاجه اللي فيها افاده وفيها واحد العمق كيخصك تبريباري مزيان يعني هذا هو الصعوبه نتاع يعني نتاع بحال مي يا زعما تا هما من من الحوايج اللي نبغي ندير زعما محل ياسين العمري أنك انت كطول في الحوار ديالك كيكون طويل يعني كان تدخل في العمق كان طويل حتى هاد الناس تكون في العمق هادو هما الاشخاص اللي كيبانو لي تقدر تو بو لي كونتاكتي وزعما تجيبهم مزيان يا yeah. واخا نسولك واحد السؤال انت دابا شحال في عمرك؟ عندي 46 عام 46 عام ونصف قربت 46 شنو هي النصيحه اللي تقول لطارق ديال 20 عام ولا اي شاب اللي في عمره 20 عام ولا اللي قل من 20 عام سواء كيقرا في ليسي كوليج ولا كيقرا في ليونيفرسيتي ولا يلا تخرج وغيبدا خدمته شنو هي النصيحه اللي تقول لاي شاب وشاب النصيحه اللي نقول وحده ما نقولش ثلاثه ما نقولش اربعه ما تضيعش الوقت حيك الوقت هو الحياه ديالك نهار غتضيع الوقت كتضيع الحياه ديالك والوقت هو اغلى شيء اغلى 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 شيء اغلى غصوص في العالم هو الوقت مش <applause> ماشي البترول ماشي الذهب ماشي الماس ماشي البورتابلات هو الوقت حيت ما كيتشراش ما كي ولا داز داز صافي لا داز اللحظه يمكنش <applause> ترجعها واخا يكون عندك واخا تكون سميتك ايلون ماسك ولا جيف بيزوس ممكنش ترجع للشهر اللي فات ولا البارح الوقت <applause> ما <مخصوص> تعلم <applause> الا تعلمنا ما نضيعوش الوقت الحياه ديالنا غتعود مهمه وغنعودو حنا مهمين نهار انا وعيت بهذه القضيه الحياه ديالي تبدلات نهار وعيت كنت كنتمنى ان نوعي بها في واحد 16 17 15 لان كتكون كن بالعربيه كنت تافه ماشي يعني ما ما غندمش على شي حاجه ما نقدرش نغيرها كنت تافه كنت كنضيع في الوقت كندور كنخرج ما ما والو حياة داي باي داي وما مهماش مي من بعد كتعرف ان الناس اللي ناجحين الناس اللي وصلوا انهم استثمروا الوقت ديالهم وكانوا في الفوكس ما عرفت الفكره حتى لو وصلت يا يا لك يا, يا يا متفق ما يا زعما وصلت الفكره وصلت انسوك واحد السؤال اللي كنسول اخر سؤال شنو هو المغزى من الحياه شنو هو ذا اوف لايف شنو هي الحاجه اللي كت... انت كطارق كتحركك ابر الفلوس ابر السطحيات حاجه اللي كت حيت انك تخدم وتقاتل شنو هو الامباكت اللي باغي دير فاش زعما فاش تموت تقول يا هاد الحياه كانت حياه تستحق انك تعيشها سؤال هذا سؤال فلسفي هذا سؤال عميق yeah. <applause> ما عرفتش واش نقدر نجاوب عليه ولا لا ولكن الحاجه اللي كتحركني هو واحد لو سلوغون كان كان امن به هو لو بيان etre ني با نيغوسيابل لو بيان etre الصحه النفسيه والجسديه والراحه النفسيه والطمانينه ني با نيغوسيابل خصك تبيع على تشريها لا تساوم عليها اي حاجه درتيها دابا سليمان كنهضر انا وياك لا نقولك سليمان اي حاجه درتيها خصك ديرها وانت دون دون واحد ليطا دو بيانات ماشي دايرها وتم مورك على راسك ومورك على نفسك ومحر راسك على قبل انك تشد واحد الصالير ولا كتقلب على ان ستاتيو لا لو بيان اتر كاين حوايج غدوز منهم ماشي ساهلين ماشي كذا ولكن شيرش لو بيان اتر فيهم سي جوست باساجي سي باس راه سي كلشي كيدوز مي اون فان كونط لو بيان اتر خصنا سينم... ان شاء الله ملي غنوصل ل 50 سنه ونوصل ل 60 ان شاء الله كتب الله غندور على الحياه ديالي نشوفها وف... جي فيكو اون بيل في ها قبل لك على بنفوز وكنحكوا فيه وناد كيتمشى داك الفراغ كاملين هربوا قال لك نفود مجنون اشتي دي بيان اتر ديس كنضحك انا من الداخل دي تفكر شي حوايج زوينين جي في دي بيان بوز يعني شيرش لو بيان المغزى للحياة الحياه انك تعيش سعيد تقلب على السعاده السعاده راه ماشي هي الفلوس ماشي هي الممتلكات ماشي هي البورطابلات ماشي هي تايلاند ماشي هي لا ماليزي ماشي هي دبي ماشي هي تمشي لدبي تصور تونيبا ممكن تمشي تضحك كل كلشي مي انا سي با ما باش في باش تكون انفلونسور في دبي فهمتي ولا لا ولا نعطيو مثال نعطيك مثال بحال الانفلونسور بحال هذاك اللي هذاك التركي اللي كيدير الملح بحال هكا اه عرفتي هذاك التركي هذاك هبط آه. المونديال باش يتصور مع ميسي وكل شيء دار واحد الازمه واحد المشكله دار فيك زعما هو فولي ب... 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 سيرفي سور لا فاغ اللي انتيليجون قال لا كوب دي موند لي مليار 6 مليار تبعها باش نتصور حدا مي سيتي كونتر برودكتيف دار دار مشكل ارتاح يعني اخويا مع راسك صافي راه كدير الملح بحال هكا كدير شي لعب بحال هكا تصطات ليك دير شي فلوس صافي باك اوتر شوز مالك على هذا دل... لو بيان راه ماشي هو تصور مع كاس العالم ولا هذه راه راه لحظه راه متعه لحظيه ماشي سعاده كاين فرق بين المتعه والسعاده السعاده دائمه واش كنقلب انا نتمنى يكون سعيد دوس معك هذا الحوار سعيد جدا مرتاح بخير كنت انا ما ما حاولش نزوق ولا نكذب ولا كل شيء سعيد كاين فيه البيانات بعد غادي بغا شويه نتغدى ناكل دائره عونتيني بعدا باش نصل ل وحده يا بأداب.. بأداب.. وحده يا غريبه يا بان كاتخرفش ماشي مكلي يا, يا. يا تأن.. 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 تأن ما انا 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 ذا البودكاست ما كان انا ما فطرش دابا انا كنت يا انا مش 24 ساعه ما فطرش المهم واخا ونسولك على لامباك اللي باغي دير لامباك اللي باغي دير على العالم على ماشي على العالم المغرب على الكازا على العالم على آه <تكلم> العالم المغربي على المغرب غير على هذه البقعه من الارض شنو لامباك اللي باغي دير شنو التاثير اللي باغي تخلي الامباكت اللي الامباكت اللي, بغي اللي بغيت ندير مزيان سي عندك تبارك الله زوينين الامباكت اللي بغيت ندير وانا كنقلب وانا انا عندي ولكن خاصني نلقى العباره باش نعبر لك هو اننا ما ما ناخذوش راسنا تخو سيريو حياه بسيطه وسهله مم. من ميتو ديال سراق الزيت كنك بحال بحالو عارف راسك ما تقلش على راسك Yeah. كنتقلب على راسنا لا خصني ندير إني كول دانجينيور دا خصني خصني نتزوج بواحد المراه بهذ الوصفات خصني نتزوج براجل بكذا خصني ندير الطونوبيلا كندير كان كلمتو عيش سعيد ارتاح ارتاح الحياه قصيره جدا الحياه yeah. راه هو الحط ماعرفش واش سليمان كان عمرك مشيتي شي مقبره ولا لا غتكون مشيتي ولكن واش مش ردتي yeah, yeah. في الدار يقول لك فلان بفلان ولد فلان كذا 1920 كاين واحد لو تيغي ديال لو 6 1989 عاش 69 سنه بين هذيك لاضات وديك لاضات شنو كاين كاين واحد لو تخي ديال نتي ديك الحياه ديالك <applause> احنا كلمه اخويا ارتاح مع راسك عيش الحياه ديالك ارتاح في الحياه ديالك ما تتقلش على راسك بزاف اي زعما عيش سعيد حياه بسيطه هذا هو الميساج اللي بغيت ندوز ان الحياه سهله وبسيطه جدا يا اش لك حصل لي الشرف انني هضرت معاك كان بودكاست في شكل ما عرفتش واش لك زعما الحلقه برعايه سراق الزيت كيما بغيتي المهم هو انت باغي والله ما كنت موجود سراق الزيت عاد طاحت لي في بالي حدايا واحد تحت في الدار حدا شي شي بلوعات كيخرج منهم كيبقى في كيدو بحال هكا ونتفكروا زعما يا اش لك والله هذا آه البودكاست بارمي الحلقات اللي اللي كنت فرحان وانا كنسجلهم وبارمي لي ميور زعما صراحه استفدت بزاف آه كانوا عندي كانوا عندي شي احكام مسبقه عند الحمد لله اننا انا زعما حاولت ما نخليش حاول راي دي زعما ما نعطيش راي ديالي الشخصي دي ولكن بزاف الحوايج تبدلوا في من بعد من بعد الحلقه خصوصا النظره ديالي للكوتشين آه اند النظره ديالي اللي كنت كشخص اند بزاف الحوايج القضيه ديال ديالك بزاف الحوايج صراحه تبدلوا شي اللي ولاو زعما تبدلوا بشكل ايجابي uh, اند اش نقول لك شكرا بزاف حيت عطيتيني هذا الوقت بحال شي واحد ثلاث سيونس كوتشين فابور <applause> انا كنتمنى كنتمنى كنت آه. yeah. ان الناس هذا بس اللي ما حنا هضرنا تقريبا ثلاثه السوايع ولكن كنتمنى ان الناس هضرنا في ثلاثه قلناش قلنا حوايج مزيانين وقلناش شي حوايج اللي ما يعجبوش الناس وقلناش شي حوايج اللي خاطئين عفاكم آه. انا انا ابو سيديكم انا مزوق ناخذ داك الشيء الايجابي ونساو داكشي السلبي وما تاخدوش داكشي الشيء السلبي ما عجبتش الفكره ديال طلاق الزيت دي ما تاخذهاش قول ما قالهاش وندوز لحاجه اخرى خديتي فكره واحده والحمد لله وانا جو في لا بارطاجيو مزيان وكل شيء ما ما مجنة، انا ما كنقول لسليمان لا انا تعطيني شي حاجه ولكن م. ركزنا على الايجابي والسر الايجابي والحياة تكون ايجابيه عا ما تركزش على راه قال بحال هكا هنا خطا في هذيك وكذا راه حنا غنخطئوا راه راه ما كنقولوش حنا الوحيد غيكونوا اخطاء ويكونوا اراء شخصيه وشيء اراء اللي كتخالف معك من حقك ومن حقنا يعني ديما نشوفوا على الايجابي ناخذ على الايجابي ونزيد به كنقول الاصدقاء ديالي والصديقات كيمشيو لي كونفيرونس كيولي ما عجبنيش لو كونفيرونسي وكلشي كنقولي راك تعلمتي كيولي راه ما في دوش مشي لا طريق ما تعلمتش والو لي تعلمتي انك ما ديرش بحالو داكشي اللي دار تعلمت انك ما تبقاش تعاود دير بحالو واحد الصديقه لي فاطمه قالت لي قالت لي شي غيزون قالت لي ما فيدوش وما كده ولكن تفرجت قلت كاع الشيء اللي ما خصنيش نديرو انا باش ما نكونش باش ما نكونش بحالو راه ديما كنتعلمو انت خود من عندنا من هاد ثلاثة سوايع خود 10 دقائق خود خمسة دقائق خود نص ساعة خود ثلاثة دقائق لخدي شي حاجة ومشيتي بها مزيان هذا هو الفضل وراسلنا هذا هو يلا شكرا بزاف سليمان أه كان لي آه الشرف تاعنا آه اول مره كان لي جلسه اول مره آه آه روكو ها. تبارك, آه الله المحاور آه تبارك الله عليك محاور مزيان تبارك الله عليك والله الا محاور وكانوا اسئله عميقه جدا ما كنتش متوقع ان غيكونوا بهذا العمق باش عمري وجدت باش قلت لي باش تبارك الله عليك كنتمنى لك التوفيق

Zalafa ska,